مشاهدينا وتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم دايما، منورني ومشرفني على استادكم استاد الاهلي وقناتكم قناه الاهلي. ببارك لحضراتكم مره ثانيه على مباراه الامس بين الاهلي ودجله والمكسب الكبير والفوز الكبير باربع اهداف مقابل هدف. هبدا حلقتي معاكم بالاخبار او حلقتنا معاكم بالاخبار اللي فيها ان الفيفا بيتغنى بهدف عماد متعب والهدف الرابع والهدف الاروع على مدار الدوري والهدف الاروع على مدار رؤيتنا لكل الاهداف بصراحه او معظم الاهداف في تاريخ الكره المصريه عموما هدف ولا اروع، عشان كده الفيفا بيتغنى بهدف عماد متعب. اشاد الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا عبر صفحته بهدف نجم الاهلي عماد متعب والذي سجله في مرمى وادي دجله امس في مباراه ربع النهائي لكأس مصر والتي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وأشاد الفيفا عبر صفحته الرسمية بالثلاثي الذي شارك في الهدف مؤمن زكريا وحسام غالي النجم الكبير والنجم الكبير أيضا عماد متعب، معتبرا لقطة الهدف أو لقطة الهدف أنه هدف اليوم، لا هو هدف السنة وهدف كل الأعوام بصراحة وهدف يدرس في كل المواقف الكروية. وصف فيفا هدف الأهلي الرابع والذي أحرزه عماد متعب وهو لحظة عشق في عالم كرة القدم والانتماء لفريق استحق أصحابها الشكر. فعلا يعني كلام ولا أروع، والهدف قدام حضراتكم هدف يعني يا جماعة بيجسد كل معاني الوفاء وكل معاني التعاون الكروي وكل معاني دروس القائد حسام غالي وإصاره لنفسه عشان عماد متعب. يعني حاجة بصراحة كلنا فعلا وإحنا بنتفرج يعني أجسامنا أشعرت من هذا الهدف وهذه اللقطة المضيئة، وقلت امبارح إن هي اللقطة المضيئة خلال العام أو خلال أعوام كثيرة جدا جدا جدا. اللي عايز يتعلم من اللقطة دي، اللي عايز ياخد دروس وياخد عبر وياخد مواقف وياخد 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 ياخد من اللقطة دي فعلا. وقلت امبارح احمدوا ربنا على نعمة الأهلي اللي انتوا فيها، واللي عايز يعرف الناس بتحب الاهلي ليه واللي عايز يعرف الناس بتستميت في تشجيع الاهلي ليه لازم يشوف اللقطه دي، هو يعرف اللقطه اللي بتجسد كل معاني حب جماهير الاهلي وحب هذا الكيان الكبير. خبر الثاني ان اتحاد الكره عقوبه بايقاف ميدو 6 مباريات و10,000 جنيه غرامه ماليه. اتخذت لجنه المسابقات برئاسه عامر حسين قرارات عديدة اليوم وهي كما يلي: إيقاف أسامة عرابي المدير الفني لأسوان مباراة واحدة وتغريمه 10,000 جنيها مصريا لتصريحاته في وسائل الإعلام ضد عناصر اللعبة عقب أو بعد مباراة فريقه مع وادي دجلة في الأسبوع الأخير للدوري. توقيع غرامة مالية أيضا على النادي الأهلي للسباب الجماعي من قبل المسموح لهم بالتواجد ضد أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة في مباراة الفريقين بالأمس. إيقاف أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة 6 مباريات وتغريمه 10,000 جنيه برضه للقيام بأفعال مشينة ضد الجماهير الأهلوية أمس. جدير بالذكر أنه سبق إيقاف ميدو 4 مباريات وتغريمه 10,000 جنيه أيضا لما بدر منه تجاه الحكم أو تجاه الحكام بين شوطي مباراة فريقه مع الزمالك يوم 29 نوفمبر 2016 وتصريحاته في وسائل الإعلام بعدها، وأيضا سبق تغريمه 20,000 جنيه لما بدر منه من تصريحات بعد مباراة فريقه مع المصري في 8 مايو الماضي. يعني في كده ناس لازم تدوس عليها كتير قوي عشان تتعلم. أحمد حسام ميدو مدير فني لوادي دجلة برر العقوبة بتاعته، قال دفاعي عن الكرة المصرية عرضني لعقوبة الإيقاف. تصريح غريب قوي بصراحة لكن هقوله برضو لحضراتكم. أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة قال أنه يعلم أن قرار لجنة المسابقات بمعاقبته بالإيقاف 6 مباريات وتغريمه 10,000 جنيه جاء بسبب تصريحاته والتي أدلى بها بعد مباراة الأهلي ودافع خلالها عن الكرة المصرية وليس عن الأحداث التي نشبت مع جمهور الأحمر خلال اللقاء. وكان ميدو انتقد وضع الكرة المصرية بعد انتهاء مباراته أمام الأهلي في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر والتي انتهت بفوز الأهلي 4-0، حيث قال مدرب دجلة: ما يحدث في الكرة المصرية لا يحدث في دولة مثل دولة موزمبيق من حيث التنظيم وتغيير المواعيد. الكرة في مصر مثل الدورة الرمضانية وصغيرة جدا بالنسبة للعالم وما يجري لا يحدث في دورة صغيرة. مضيفا: منتخب مصر لن يتأهل لكأس العالم بسبب الإجهاد وضغط المباريات والدليل خسارتنا أمام تونس وظهور فراعنة بمستوى سيء.
وأكد ميدو أنه متقبل قرار الإيقاف، خاصة أنه كان يتحدث من أجل مصلحة الكرة المصرية وليس من أجل المصالح الشخصية، قائلا: دفاعي عن الكرة المصرية عرضني للإيقاف، لكنني سعيد بهذا القرار ومتأكد أن العقوبة بسبب تلك التصريحات وليس لها علاقة بالمناوشات التي حدثت مع جماهير الأهلي. وحضرتك ما شفتش اللي أنت عملته مع جماهير الأهلي ولا إيه؟ مش عارف. ويعني حضرتك يعني بتقول إن ما يحدث في دولة مثل مصر ما يعني ما بيحصلش في موزمبيق، وحضرتك اللي عملته امبارح يحصل من مدير فني ماسك فريق كبير بحجم وادي دجله؟ يعني بيحصل الكلام ده؟ حضرتك شفت الكلام ده فين؟ ما شفناهوش برضه لا في موزمبيق ولا اللي في اقل من موزمبيق كمان، مع احترامي طبعا لكل الدول اللي حضرتك بتتكلم عنها، لكن طبعا اللي حصل من حضرتك بالامس هو فعلا ده يستحق الايقاف، وهو ده اللي خدته لجنه المسابقات في اعتبارها وقفتك عشانه، مش عشان حضرتك خايف على مصلحة الكرة المصرية. لو حضرتك خايف على مصلحة الكرة المصرية مش هتعمل مثل هذه الأحداث، وحضرتك مدرب يعني واحترفت وماسك فريق كبير بحجم نادي وادي دجلة، واعتقد ان كل الأشخاص فيه محترمين، فاللي عملته امبارح طبعا يعني لا يجسد أي شيء بالنسبة للروح الرياضية وبالنسبة للرياضة وبالنسبة لموزمبيق وبالنسبة اللي عايز تقوله قوله يعني. لكن قرار الإيقاف جه بسبب الأحداث اللي حضرتك عملتها، مش عشان حضرتك خايف على الكرة المصرية خالص. يعني مش عايز اتكلم اكتر من كده، لكن حضرتك ماسك نادي كبير بحجم وادي دجلة، برضو كون ان انا بقى بلعب بالناشئين والكلام اللي حضرتك قلته للشؤون الاعلامي ده مش موجود تماما خالص. المفروض ان المدير الفني الجيد يأقلم نفسه حسب المناخ اللي هو عايش فيه. احنا عندنا بقى دورة او دوري مش مستقر، عندنا لجنة مسابقات مش عارفة تنظم لظروف خارجة عن ارادتها. لازم حضرتك تكيف نفسك، خصوصا ان حضرتك مدير فني وان شاء الله يبقى ليك مستقبل كويس، يعني ماسك فريق بحجم كبير زي نادي وادي دجلة، ليه طموحات وليه اهداف عايز يعملها، ما فيش اي مشكلة خالص ان انت ترجع لعيبتك تلعب تاني، لكن كلها كتصريحات للشؤون الاعلامي ولتبرير الخسارة المتوقعة امام النادي الاهلي. لكن يعني خلاص كفايه عليك. اكمل الاخبار بتاعتنا. الداخليه او نادي الداخليه هيصرف 15% من مستحقات لاعبيه خلال ايام بعد البقاء بالدوري. تصرف اداره نادي الداخليه خلال الايام القليله المقبله 15% باقي المستحقات المتاخره للاعبي الفريق الاول بعد النجاح في البقاء بالدوري الممتاز وعدم الهبوط للقسم الثاني، وينتظر لاعبو الداخلية استدعاء إدارة النادي لهم في أقرب وقت لصرف هذه المستحقات، خاصة بعد أن كانوا على قدر المسؤولية وساهموا بشكل كبير في بقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم المقبل إن شاء الله. دي كانت أخبارنا. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكابتن أبو طالب العيسى والمدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي. نطلع فاصل نستناه، استنوه. أبو طالب العيساوي ماتادور الكرة المصرية، اسم أطلق على نجم الإسماعيلي بعد أن خطف الأنظار في مباريات الدراويش، خاصة وأنه ظهر بشكل أكثر من رائع في مركز الظهير الأيمن. انضم العيساوي لصفوف الإسماعيلي خلال فترة الثمانينات قادما من نادي منيا القمح، وخاض 240 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف. وبعد مسيرة حافلة بالإنجازات اقتحم العيساوي عالم التدريب في عام 97، حيث تولى الإدارة الفنية لفريق 14 عاما في الإسماعيلي.
اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي يعني نجم جميل قوي من نجوم الزمن الجميل، نجوم الدراويش والنجم الاسماعيلي ونجمه ايضا في التدريب، الكابتن الكبير ابو طالب العسوي. اهلا بك كابتن حميد. شكرا لحضرتك، منور الدنيا. ربنا يحفظك، منورنا في المشاهدين. ربنا يحفظك. يعني بشوف كده حد كده الحمد لله الزمن الجميل في الكوره. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. بكون سعداء جدا كابتن. سعداء، تشرف لينا وتشرف لنا. صح، السلام. ربنا يخليك يا رب. يعني هبدا معاك باسباب الاستقاله. لا، هو طبعا بنقول ان النادي الاسماعيلي ده طبعا ده نادينا وبيتنا، وبعد ربنا سبحانه وتعالى سبب شهرتنا وسبب اللي احنا فيه. يمكن كان لنا تاريخ كبير من في النادي كمدربين او كلاعيبه. تمام. الفتره الاخيره لما جيت انا من السعوديه عشان اشتغل كمدرب عام مع مستر اشتراكه، وبعد كده اما هو مستر اشتراكه مشي بقيت انا مدير فني. يمكن الحمد لله ربنا كرمنا وادانا التوفيق وادانا النجاح وقدرنا نعمل الحمد لله حاجه كويسه. في الاداره طبعا مهندس ابراهيم عثمان، انا بكن لهم كل احترام، اداره محترمه جدا. عايزين يعملوا احسن حاجه للنادي، عندهم طموح كبير جدا. يمكن كان في عهد عليهم ان هم اول ما مسكوا كان النادي عايزين من ضمن المخطط ان يبقى في مدرب اجنبي، يبقى في لعيبه اضافات جيده جدا واضافات ممتازه مع اللعيبه الموجوده. فهم طبعا بيوفوا بالوعد او بالعهد زي ما قدام الجماهير ان هم ملتزمين ان هم عاوزين الناس تبقى في احسن صوره. فيعني ليهم كل الشكر، ليهم كل الاحترام. وانا طبعا بعذرهم وبقدرهم جدا وبحترمهم جدا. وكان في قعده وديه بيني وبين المهندس ابراهيم بعد مباراه الاتحاد، ربنا كرمنا وكسبنا. هو طبعا قال لي تشتغل مع الراجل كمدرب عام وتكمل وكذا. قلت له ده نادينا وبيتنا يا باشمهندس، ونتمنى النجاح والتوفيق للاسماعيلي، بس الافضل من وجهه نظري ان الراجل يجي يشتغل يبقى براحته ويبقى هو فكره وشغله، ويبقاش في اي حاجه تحيط بيه، او يبقى الامور يبقى فيها كلام كده او كده. لا، احنا عايزين نهيئ له المناخ اللي هو يقدر يظهر فكره، يظهر شغله، ونهيئ له مجال النجاح. وانا باشمهندس انا ربنا يكرمني وعايز اشتغل في مكان تاني، وربنا يوفقني، وانتوا ربنا يكرمكم وتنجحوا، وانا ربنا يكرمني وانجح، والناس معايا ده بيتنا، في اي وقت بنرجع يعني. فبصراحه هو المهندس ابراهيم مشكورا، وقال لي خلاص بس لو احتاجناك في وقت تكون معانا. قلت له طبعا يا باشمهندس ما اقدرش اتاخر عن النادي، وان شاء الله تبقى سنه جميله على الناس الاسماعيليه وعلينا جميعا يا رب. تمام. يعني انا عارف طبعا ان الجماهير الاسماعيليه جماهير ذواقه للكوره، لكن انا مش عارف، مش متقبل فكره ان انا وعدت الجماهير بمدير فني اجنبي وانا ماشي معايا مدير فني مصري كويس. يعني رجع الاسماعيلي، مش هقول لك رجع الاسماعيلي للاسماعيلي، الاسماعيلي لسه يعني لسه ما شفناش الاسماعيلي اللي هو الاسماعيلي المرعب. تمام. الاسماعيلي تروح يعني يا رب بس يعني يعني اللي هو الاهلي اللي ممكن يكسب الاسماعيلي، لكن كل فرقه بتبقى راحه عامله حساب ان هي خسرانه من الاسماعيلي. وحتى الاهلي بيروح بيبقى برده قلبه يعني مش عايز اقول الاسماعيلي كان بيكسب الاهلي، والاهلي بيكسب الزمالك، والزمالك بيكسب الاسماعيلي، والاسماعيلي بيكسب الزمالك، الاسماعيليه تحديدا الفرق الكبيره. طبعا بالظبط. بس رجعت الاسماعيلي شويه، يعني بقى لينا او الاسماعيلي بقى ليه شكل شويه. الدنيا كانت ماشيه كويس، لعبت اعتقد 10 مباريات مع الفريق يا كابتن. الحمد لله. اعتقد ما فيهاش خساره. لا، بحمد ربنا واشكر فضله، كان فيها توفيق كبير جدا. 6 مباريات مكسب، 4 مباريات تعادل، نسبه حلوه قوي 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 في 10 مباريات. ايه السر؟ والله السر ان انا واعد عشان اجيب مدير فني اجنبي، ولا السر ان انا عندي مدرب مصري برضو ابن من ابناء النادي الاسماعيلي، اكيد هيخاف من النادي الاسماعيلي، عنده فكر، طور فرقه شويه وكان ممكن تطور اكتر واكتر واكتر وترجع الاسماعيلي، لان انت بدات تحفظ الاسماعيلي او حافظه بالفعل. فايه السر؟ يعني شايفها من وجهه نظرك ازاي؟ لا، هو طبعا في البدايه كابتن عبد الحميد بنقول احنا ايه، انا مش عايز لو هي فتره كانت عصيبه جدا والله. تمام. فتره صعبه جدا. تمام. يمكن يعني اشتغلنا في 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 ظروف صعبه قوي، مناخ كان يعني غير جيد بالمره. هقول لك مش ظروف صعبه، ظروف قاتله. انت عندك 10 مباريات منهم 7 مباريات خارج ملعبك. اول 4 مباريات هيصادفوني كده، اول ما بلعب عندي انبي، لعبت انبي والمصري والزمالك وطنطا. تمام. ورا بعض 4 مباريات خارج ملعبك. انبي مصري زمالك طنطا، يعني ربنا كرمنا تعادلنا ماتشين انبي والزمالك، وكسبنا النادي المصري وكسبنا طنطا. وبعد كده حصل ايقاف، وحصل طبعا زي فتره اعداد مصغره. وبعد كده ربنا كرمنا كسبنا الداخليه وكسبنا اسوان.
وتعادلنا مع مولين العرب ومع دجله وكسبنا الاتحاد وبتروجيت. فاشتغلنا شغل كبير، تعبنا تعب كتير جدا، اول واخر توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. كلنا اشتغلنا، مش ابو طالب لوحده، انا وكان مع محمد نصر غليشه وسعفان الصغير وكل الجهاز الطبي والاداري والفني كرئيس للجهاز. فمن هنا كان كل همنا كابتن ان احنا نخلي الناس تحس بقيمه النادي الاسماعيلي. اللعيبه قعدنا اشتغلنا معاهم نفسيا بدرجه كبيره جدا. ازاي نحس بقيمه النادي الاسماعيلي بتيشيرت الغالي، ازاي نحس بجمهورنا، ازاي نسعد جمهورنا، ازاي نفرحهم، ازاي نقدر نرجع الكره الحلوه بتاعه النادي الاسماعيلي. اشتغلنا على حاجات كنا محتاجينها، نعالج اخطائنا سواء كخط الظهر او كفريق كله بيدافع كوحده واحده. اشتغلنا على ازاي نعلي الناحيه الهجوميه كجبهات هجوميه او يعني نعلي الناحيه التهديفيه. زي ما بقول لك الحمد لله اشتغلنا وتعبنا واجتهدنا وربنا ادانا التوفيق. فاحنا خدنا الغرض. الاسماعيلي الحمد لله من المركز العاشر النهارده بقينا في المركز الخامس. الناس بدات تتكلم تقول درويش الكره المصريه. بالزبط. الكره الحلوه بدات ترجع تاني. بالزبط. الناس بدات تفرح في اسماعيليه، كلنا بقينا سعداء. فقلنا الحمد لله حصل نجاح وحصل توفيق. نتمنى بقى الاستمرار باذن الله. سواء بقى احنا كابتن مش هتفرق، موجودين مش موجودين. المهم يبقى الناس من يرجع لكورته الحلوه، يرجع للمنافسه على البطولات، يرجع للبطوله الافريقيه، يرجع يحقق طموح جمهوره. أكيد. وطموح ادارته وطموحنا احنا كاولاد النادي. اللي بنبقى سعداء جدا سواء احنا يطلب مننا نشتغل، بنبقى شغالين بكل اخلاص بكل جهد بكل عرق. ربنا يدينا التوفيق والنجاح. وبرده انا ما انساش ان الكابتن عاطف عبد العزيز كان معايا كمدرب عام في المباراه الاخيره. من المدربين، من ولاد النادي الشاطرين، من المخلصين. فربنا بيديك التوفيق والنجاح على قد ما بتتعب، على قد ما بتخلص. فالحمد لله يا كابتن احنا خلاص خدنا الغرض. الغرض الناس اللي بدا يرجع، بدا يبقى يحط على الطريق الصحيح، الرجل ثابته. عندك قوام فريق لازم محتاج اضافات عندها خبره، عندها روح المنافسه، عندها طموح المنافسه، عشان يرجع الناس الاسماعيلي نفس تاني، عشان يرجع الناس الاسماعيلي في افريقيا تاني. ليه احنا بنقول النادي الاهلي ونادي الزمالك والناس الاسماعيلي يعني بقى الضلع الثالث للكره المصريه. النادي الاهلي بتاريخه ببطولاته بادائه بجماهيره سواء على المستوى العربي على المستوى الافريقي، كذلك النادي الزمالك مش من فراغ. فمن هنا يعني انت بيدي لك انت كمصري يعني شرف. أكيد. ان عندك النادي الاهلي بتاريخه ببطولاته، حتى ما وصل كاس عالم اكتر من مره انديه، نادي الزمالك ببطولاته بتاريخه، نادي الاسماعيلي ببطولاته بتاريخه بلاعيبته اللي لعبت منتخب مصر. احنا كمتفرجين يا كابتن ابو طالب يعني عايزين نشوف الاهلي والاسماعيلي، نشوف الاسماعيلي والزمالك. الاسماعيلي هو بيعمل بيدي نكهه للكره المصريه. هو ده، ما عشان كده يا كابتن عبد الحميد بنقول دايما ايه، مباراه النادي الاهلي مع الاسماعيلي، مع النادي الاسماعيلي مباراه قمه. مباراه النادي الاهلي مع نادي الزمالك مباراه قمه. في انديه شركات داخله بقوه وعندها مستوى وعامله طفره زي المقصه وزي قبل كده انبي وزي قبل كده بتروجيت. النهارده النادي المصري نادي جماهيري عامل حاله جميله في الكره المصريه بقاله سنتين مع كابتن حسام حسن وجهازه، حاجه جميله. النادي المصري برضه بجماهيره وبتاريخه احنا كلنا فرحانين. فمن هنا بنقول ان الانديه الشعبيه هي اللي بتديك حلاوه الكوره، هي اللي بتديك روح المنافسه. دي حقيقة. النادي الاسماعيلي يا كابتن عبد الحميد زي ما تقول وكل الناس عارفه هو اللي عنده الجراه، عنده الـ 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 الروح، وعنده نفسه انه يقدر ياخد بطوله من النادي الاهلي، يقدر ياخد بطوله من نادي الزمالك. فمن هنا عنده النفس الطويل. فبيبقى يعني الكوره بتبقى جميله جدا. المنافسه بتبقى ليها روح ثانيه. الجماهير بتستمتع سواء في مصر او خارج مصر. فنتمنى العوده باذن الله ان شاء الله. يعني انا نفسي، انا نفسي، بس انا برضه يا كابتن ابو طالب معلش انا مش عايز احرجك في اسئله بصراحه. لا انت عارف انا بحبك على يعني على المستوى الشخصي، لكن انا ليه الاسماعيلي ما يتمسكش بولاده؟ يعني انا ليه؟ يعني انا السؤال اللي انا بساله لنفسي يعني قبل ما اساله لحضرتك او اساله للاداره، وطبعا المهندس ابراهيم طبعا له باع كبير في الكره الاسماعيليه تحديدا ومش بعيد عليها ومش غريب عن النادي الاسماعيلي. طالما عندي انا ابني ناجح وابني ماشي كويس، انا ليه اجيب مدير فني اجنبي وليه اغامر؟ يعني انا شفت نجاحات بعينيا وشفت اسلوب كويس. انا ما يعني مش بقول كده عشان انت قاعد قدامي، ان الناس كلها والناس اللي بتفهم في الكوره بيتكلموا كده. ليه ما اديش لاولادي؟ ليه ما اديش الثقه لاولادي؟ يعني خصوصا انا ممكن دلوقتي بكون فرقه جديده او بكون هيكل جديد، وانتوا نادي الاسماعيلي بيعرف يجيب لعيبه بسرعه. يعني بيعرف في ناس في الاسماعيليه كلام جميل تجيب لعيبه بسرعه، يعني ممكن تعمل فرقه في سنه. كلام جميل. بالزبط. كلام جميل. النهارده انا كان بيتمرن معايا حوالي من 12 او 13 ناشئ من ولاد النادي، مواليد 2000
و99 و98 لعب منهم احمد ايمن مواليد 98 الحمد لله اشترك ولعب بصوره كويسه. لعب وجيه عبد الحكيم جايبينه السنه دي وتحت سن مواليد 98 تمام. لعب احمد هاني اخر مباراه الاتحاد مواليد 98 يعني الحمد لله حوالي 12 ناشئ مبشرين فيهم لعيبه كتير مبشره قريب قوي هيبقوا في الفريق الاول ان شاء الله. فاحنا بنقول ده قرار مجلس اداره كابتن عبد الحميد وبنحترمه وبنقدره وبنقول احنا ولاد النادي كلنا كده. الناس بيقول عنده مدربين كتير شاطرين فبنقول وقت ما النادي يحتاجنا ان شاء الله الرحمن نيجي ما نتاخرش. وقت ما النادي يقول ان في النهارده اداره فنيه اجنبيه اوكي نحترم القرار ونساند وحتى واحنا بره نشوف احسن اللعيبه او افضل لعيبه قدرنا نجيبهم الناس اللي هنجيبهم. وقت ما يطلب مننا تاني ان احنا نبقى متواجدين في الاسماعيلي هنبقى متواجدين تاني ان شاء الله الرحمن ما نقدرش نتاخر. انا معاك يعني هو طبعا يعني انا السؤال لمجلس الاداره يعني احنا بنشوف النادي الاهلي دايما بيكبر ولاده يعني شفنا على مدار الطريقه يعني محمد يوسف احمد ايوب كابتن حسام بدري يعني كتير بصراحه يعني اسماء مش عايز انسى اسماء. ليه نادي الاسماعيلي ما بقاش كده؟ ليه ما اقفش معاه؟ يعني السؤال طبعا لمجلس اداره النادي الاسماعيلي ليه ما اقفش مع اولادي وخصوصا ان انا اولادي شايفهم ناجحين وان انا مش مطلوب مني بطوله مثلا انا بطوله السنه اللي جايه او بطوله السنه اللي بعدها انا ممكن اعمل قوام فرقه. اهم حاجه ان انا احط ايدي على مدرب عندي كمان جهاز فني سحفان الصغير كابتن عاطف عبد العزيز محمد محسن ابو جريشه حاجه كلها بصراحه كلهم نجوم شباب وكلهم عايزين فرصه وعايزين كمان مش هتلاقي اكتر من انت ولادك يمسكوا النادي مش هتلاقي اكتر منهم يخاف على النادي ويحس بالنادي. لكن طبعا الاول والاخر طبعا ده قرار مجلس اداره زي ما حضرتك بتقول واكيد طبعا حضرتك تحترمه لكن هو السؤال ليه بس مش اكتر عشان يعني ما نكترش في الجزئيه دي. قول لي شفت التجربه بتاعتك القصيره اخر فتره ليك 10 ماتشات قيمتها ازاي يا كابتن؟ والله انا بعتبرها وبناء على ايه خدت قرار ان انت ما تبقاش مدرب عام؟ يعني خدتها من التجربه دي ولا انت عايز تغامر في تجربه جديده؟ هو طبعا انا يعني سؤال جميل. انا بطبعي انا كابتن عبد الحميد انسان مجازف عندي المجازفه عندي الحمد لله عدم الخوف. يمكن زي ما بقول لحضرتك الظروف اللي انا اتحطيت فيها صعبه جدا تمام. اول 4 ماتشات وبعدين كمان في 3 مباريات تاني خارج يبقى 7 من 10 ماتشات في 7 بره ملعبك و3 على ملعبك منهم الفرق اللي حضرتك قلت لحضرتك عليها دي كلها ماتشات صعبه. حد من الجهاز حتى حبيبي بيسالني بيقول لي طب الظروف صعبه والموقف قلت له الحمد لله ما نخافش احنا هنشتغل ونتوكل على الله سبحانه وتعالى وبنقول هو ربنا جابها لنا لحد عندنا احنا لا سعينا ولا طلبنا ولا كده تمام. فان شاء الله الرحمن ربنا رايد بينا حاجه من الاثنين يعني ممكن ربنا رايد بينا ان شاء الله خير وربنا عايز يعوضني كمدرب تمام. النهارده انا بقالي 20 سنه مدرب من 97 وانا مدرب مريت طبعا من اول 14 سنه ولحد النهارده ولعيبه كبيره جدا الحمد لله تم اكتشافها ومنهم طبعا حسني عبد ربه كان 14 سنه والفريق عبد الله السيد وعبد الله الشحات. يمكن انا كنت ماسك فريق 16 سنه وكان هما الاثنين 14 سنه وكنت بلعب جمهوريه وكانوا بيلعبوا معايا جمهوريه. احمد فتحي طبعا نجم النادي الاهلي ونجم النادي سابقا منتخب مصر كان برده 15 سنه ويمكن كنت انا جبته من نادي بنها والنهارده نجم منتخب مصر وكابتن منتخب مصر بالزبط. يعني حصل اكتشافات كتير لعيبه مميزه بالزبط. على تاريخ في تاريخ الكره المصريه. فكانت فترة صعبة زي ما بقول لحضرتك اشتغلنا كويس قوي ركزنا قلنا احنا بنشتغل وبنجتهد وربنا اللي بيوفق. كان كل كلامنا مع بعض او انا كان كلامي للجهاز قلت لهم احنا لو النهارده الناس بتتعب 100% احنا هنتعب 200% احنا هنشتغل 200% احنا هنجتهد 200% حلو. يعني النهارده عندنا حاجات عايزين نعالجها حلو. في حاجات معينة زي ما قلت لحضرتك خط الظهر مثلا سي اما باك مثلا بيروح بيبقى فيه وراه مساحه خاليه فلازم نشتغل خط الظهر مع بعض عشان نحسن الحته دي. النهارده وصلنا لاخر مباراه ال10 مباريات لاخر مباراه نادي الاتحاد دخل مرمانا 4 اهداف فقط حلو. فدي الحمد لله اتحسنت بشكل كبير جدا اكيد. كمان حبينا نرجع كره النادي الاسماعيلي بقينا نعمل تدريبات فيها كوره كتير نقرب فيها جيم سمول جيم او جيمات صغيره فيها مثلا لدرجه عملنا 6 ضد 6 في ملعب 6 ضد 6 في ملعب وبعدين 7 ضد 7 بعدين 10 ضد 10 في مساحات صغيره بالظبط. فبدنا نلعب لمستين ولمسه وثلاث لمسات بحيث ان اللعيبه تقرب من بعض نقرب من كره النادي الاسماعيلي. لو وصلنا الحمد لله اخر مباراه الناس استعطفت الاداء واستحسنت الاداء رجعت كره النادي الاسماعيلي الحلوه قدرنا نحسن كمان الناحيه الهجوميه احرزنا حوالي 13 هدف ودي برده نسبه كويسه الحمد طبعا. لله كمان كان عندنا من الحاجات اللي كنا بنشتغل عليها الكور الثابته ما كانتش مميزه عندنا. مباراه الاتحاد عملنا احسن كور ثابته في مباراه الاتحاد اهم الاسلحه المدير الفني
الحمد لله، واشتغلنا عليها بدرجه كبيره جدا بالظبط، وقدرنا نعمل منها حاجات مميزه في الكورنر وفي الفاول، وكنا قريب جدا نحرز اهداف في مباراه الاتحاد من كوره ثابته. فبنقول احنا يعني الى حد كبير جدا راضيين كل الرضا عن الفتره، عن الاداء، عن النتيجه، عن النهارده انت احرزت زي ما قلت لحضرتك 13 هدف، دخل مرمى 4 اهداف، فالصوره بقت الحمد لله جميله. النجاح الحمد لله التوفيق بتاع ربنا ادهولنا. كره الاسماعيلي زي ما قلت بدات ترجع، الجمهور فرح، احنا بنبقى ماشيين في الشارع الناس بتبارك لنا وفرحانه بينا والحمد لله كابتن، وكره الاسماعيلي رجعت، والدراويش الدراويش الدراويش يمكن في بدايه الموسم كانوا بيقولوا انت طبعا وانت حاسس بينا وانت نجم يا كابتن عبد الحميد، سواء خارج النادي الاهلي او في النادي الاهلي، فانت بتحس بيهم وعارفهم، وشعور جمهور الاسماعيلي جمهور حريف، يعني جمهور الاسماعيلي جمهور لعيب مش جمهور عادي، بالظبط بالظبط، يعني جمهور حريف وجمهور لعيب ومش جمهور عادي، فمن هنا احنا بنحس بيهم، فعايزين نوصل لهم الحته اللي هم بيحبوها. هم بيحبوا ايه؟ عايزين كره الاسماعيلي الحلوه، كره الدراويش. ففي الفتره الاخيره كل الناس قالت ايه الدراويش؟ درويش كره الدراويش، برازيل العرب، درويش الكره المصريه، فدي حاجه اسعدتنا كتير جدا. يعني كان فرق كبير قوي ان انا اقول الاسماعيلي وان انا اقول الدراويش. طب يعني قبل كده كنا نقول الاسماعيلي تعادل، الاسماعيلي خسر، دلوقتي بنقول درويش تعادل، درويش كسب. دي حاجه اسعدت، دي حاجه اسعدت. تم اعاده اكتشاف برضه وبجيه بامبو. بامبو اديته الحريه الكافيه، كان بامبو كان بديل جاي في العشر ماتشات، بقى اساسي جاي وقت ما تحتاجه، اساسي بقى اساسي وبقى جاي واحرز اهداف الحمد لله مميزه جدا، اخرهم الهدفين المكسب على نادي بتروجيت 2-0 في اسماعيليه. كمان وجيه عبد الحكيم شارك بصوره اساسيه واحرز هدف وصنع اكتر من هدف. ابراهيم حسن عمل مستوى ورا ولا اروع، اخذ حريه كامله كتحت الاسترايكر وعمل اهداف واحرز اهداف. كمان حسني عبد ربه القائد والخبره والموهبه الكبيره، ازاي بقى قائد في الملعب طول عمره، ازاي بيصنع هدف وازاي بيحرز هدف. محمود متولي بقى مستوى رائع جدا، عماد حمدي عواد، محمد عواد كحارس مرمى مميز جدا طول السنه، محمد فتحي رجع لمستواه، بهاء مجدي، محمد جمعه، كل اللعيبه باهر، يعني عشان ما انساش حد، اللعيبه عملت حاله جيده جدا، قدرنا نطلع من كل لعيب افضل ما عنده. بالظبط قدرت تعمل زي ما اقول لحضرتك ننهي الدوري بشكل مميز جدا يليق باسم وتاريخ درويش الكره المصريه او برازيل العرب النادي الاسماعيلي، واعتقد الحمد لله احنا نجحنا بصوره كبيره الحمد لله. يعني بعد كل ده كابتن مطالب ما زعلتش؟ بصراحة والله اقول لحضرتك حاجه، والله ما زعلت يا كابتن عبد الحميد. ليه؟ انا بقول انا مؤمن جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك الخير في اي مكان. انا واللي فرحني جدا ان انا يعني الحمد لله ربنا اداني التوفيق والنجاح. فانت ماشي بصوره طيبه، جماهير كتير جدا انت فرقت معاها وانت حاسس بحبهم. حتى كان في ناس في البدايه منتقدين، ازاي ابو طالب عايز يكون في الفتره دي؟ مشكله كبيره. وكان في انتقاد شديد جدا، احترمتهم اكتر اما بعد اما ربنا وفقنا وادانا النجاح والتوفيق رجعوا عن رايهم وقالوا لا، ده ابو طالب العيسى ده مدرب شاطر، ده قدر يعمل تغيير كبير، ده عنده فكر، ده قدر يوظف اللعيبه، قدر يعمل نتائج جيده جدا. فده شيء اسعدني وانا بشكرهم على الشجاعه ان انت تقول راي وبعدين ترجع فيه، فانت راجل شجاع. فانا بشكرهم ان هم عنده شجاعه ان يقول انا كنت غلطان ان انا اتكلمت كلام مش كويس على ابو طالب العيسوي، والنهارده انا بشجعه، والنهارده انا كنت اتمنى انه يستمر، فده شيء يسعدنا كابتن حميد والله. اكيد انا كابتن، يعني هو حضرتك بتقول الناس يعني شجاعه وكده، لكن هي الموضوع بيبقى مختلف يا جماعه، يعني احنا دايما ندي الفرصه ونحكم، احنا مشكله كبيره جدا ان احنا دايما بنحكم الاول وبعدين نشوف بقى الشخص هينجح ولا لا، لو فشل نقول ما احنا قلنا، لو نجح نقول لا ده يستاهل وكده، فطبعا الموضوع بيبقى صعب جدا. لكن بتدخلني في الجزئيه مش عارف اطلع منها، مش عارف اطلع منها. يعني بتقول لي بقالي كتير جدا مع النادي الاسماعيلي في قطاعات ناشئين، ولما خدت الفرصه واثبتت نفسك يعني حتى ما بتحسش لا، طب ما اتكلمتش ليه مع الباشمهندس ابراهيم؟ قلت له سيب لي فرصه، اديني فرصه. لا بص، انا حياتي طول عمري هي دي ما فيهاش، يعني انا طول عمري والله يا كابتن عبد الحميد انا عمري ما اطلب حاجه، عمري ما اقول اشتغل او ما اشتغلش، عمري ما اقول بس المكان ده انا محتاجه او العند في النجاح مطلوب يا كابتن. لا العند في النجاح مطلوب. لا اما تجيلك، اما تجيلك لحد عندك يبقى انت قد الموقف، يبقى انت عندك الروح، عندك الطموح، عندك الهدف، يبقى موجود عندك. يمكن الحمد لله
انا في 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 تاريخي الحمد لله كمدرب 4 بطولات، يعني كنت اول ما مع الكابتن محسن صالح سنة 2001 2002 خدنا بطولة الدوري. طب احنا احنا معانا تليفون جميل. طيب. وانا عارف هو عصبي، ممكن لو قعدناه شوية ممكن يعني يقفل التليفون. النجم الجميل نجم الدراويش كابتن صبري المنياوي، اهلا بيك كابتن. ليه يا ميدو بس؟ انا اصل انا عارف انا عارف ممكن تستناني بقى وانا عارف. ازيك يا كابتن ابو طالب عامل ايه؟ كابتن صبري ربنا يحفظك، الحمد لله يا كابتن بخير الحمد لله. وحشني جدا والله. الله يكرمك يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. ربنا يخليك يا ميزو الحمد لله. منورنا في قناه الاهلي واستاد الاهلي. ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك. حضرتك طمنا عليك الاول يا كابتن. والله انا قاعد في البيت يعني ما جاليش شغل كويس يعني. وبعدين انا بصراحه السنه اللي فاتت كان جالي شغل مش يعني كان بوظ الدنيا شويه في حياتي يعني، ف قررت ان انا مش ممكن اروح شغل الا لو كانت يعني في اداره كويسه واستريح نفسيا يعني. اكيد اكيد يعني ان شاء الله كل الخير ليك كابتن صبري. وحضرتك يعني انسان محترم، قبل ما تكون مدرب محترم ان شاء الله ربنا يديك كل اللي حضرتك عايزه يعني. ربنا يخليك حبيبي. يعني يا كابتن اكيد طبعا حضرتك متابع نادي الاسماعيلي طبعا عشقك الاول طبعا يعني. وشفت الكابتن ابو طالب وشفت تجربته الاخيره مع النادي الاسماعيلي، وكنت دلوقتي بتكلم معاه ليه ما خدش فرصه ثانيه؟ فحضرتك شايف التجربة كانت شكلها ايه؟ وليه كابتن ابو طالب ما ياخدش فرصة بصفته ابن من ابناء نادي الاسماعيلي؟ والله كابتن ميدو كابتن ابو طالب بدأ يعني صورة طيبة وختم بصورة كويسة جدا جدا يعني النتائج كانت كويسة، وبعدين في الاخر الاداء كان بيبشر يعني ان في كل يعني في اي ماتش انت قاعد بتحس ان الاسماعيلي هيكسب في اي وقت يعني. طبعا ابو طالب اضاف اضافه كويسه جدا للفريق بصراحه، وطبعا انت عارف برضو يعني ابو طالب يعني كان لعيب في نادي الاسماعيلي واشتغل في نادي الاسماعيلي، وهو قريب من اللعيبه وقريب من الطبيعه بتاعت نادي الاسماعيلي ولاعيبته يعني. فالامور كانت كويسه جدا في الفتره الاخيره بتاعت ابو طالب. يعني بالنسبه بقى يعني ليه ما خدش فرصه، انا طبعا ابو طالب عارف الكلام ده، واحنا كمدربين عارفين ان اداره اي نادي بتبقى هي حره في يعني في الاختيارات بتاعتها، انت فاهم، وهي المسؤوله عن اختياراتها وكده يعني. فاحنا كمدربين يعني كل المدربين على فكره يعني مش احنا بس بتوع الاسماعيلي يعني او الزمالك او الاهلي، كل المدربين هو يعني كان بيشتغل فتره معينه وبعدين النادي عايز يغير او كده. هو حضرتك مريت بالتجربه دي قبل كده يا كابتن صبري؟ لا انا مريت كتير بحاجه زي كده يعني. ما انا عشان كده انا سالت الكابتن ابو طالب يعني التجربه دي بتسيب اثر يعني، بتبقى زعلان ليه ما اخدش فرصه؟ طب ما انا ناجح ماشي كويس. حضرتك شايف الظاهره دي ظاهره سلبيه ولا ايجابيه، ولا لمجلس الاداره الحق كل الحق ان هو يعمل اللي هو عايزه، ولا شايفها ازاي يعني؟ او تنصح المجالس الادارات ازاي بصفتك يعني انت بقيت خبير دلوقتي في كره القدم يا كابتن صبري؟ والله يا ميدو هو الانديه ليها كامل الحق يعني ان هي في الاختيارات بتاعتها ده يكمل او ما يكملش، بس انا اعتقد ان الكابتن ابو طالب هو اللي اعتذر لما اتعرض عليه المدرب عامر، اعتقد كده يعني. كابتن ابو طالب ولا ايه؟ اعتذر لانه بالظبط. اتفضل يا كابتن اتفضل. طبعا هو كابتن صبري عارف، انا فعلا انا كابتن. انا عارف كده، انا عارف ان هو كابتن مختلف اعتذر، وطبعا هو برضه ليه الحق لان هو اشتغل مدير فني وعايز يكمل بالشكل ده او المستوى ده يعني، فهو ليه الحق، لكن هو اداره النادي ليها كامل الحق ان هي تختار وكده يعني. الاختيار دايما بيبقى لان هم اصحاب المسؤوليه وهم اصحاب الاداره في الموقف يعني. اما بالنسبه لاي مدرب يا ميدو يعني هو بيبقى زعلان وهو ماشي، لو كانت النتائج بتاعته وحشه وسيئه ومشي بتبقى يعني الامور صعبه جدا نفسيا على المدرب يعني. لكن لو الامور كويسه زي ابو طالب كده النتائج معقوله جدا ومرضيه، فهو بيبقى يعني متقبل شويه، انت فاهم. لكن لو النتائج مش كويسه كانت بتبقى صعبه جدا على اي مدير فني اكيد يا كابتن، هو ما يمشي وما لقاش وقت ان هو يحسن او كده يعني. اكيد يعني يا كابتن صبري يعني بصراحه يعني نفسي تيجي معانا هنا للاستوديو نعمل معاك لقاء لايف كده، لان انا عارف يعني حضرتك عندك كواليس كتير حبيبي يا كابتن.
انا ما دخلتش قناه الاهلي من بقالي 7 8 سنين يا كابتن. انت تنور يا كابتن في اي وقت، حضرتك اللي تقول كمان. تنور يا كابتن صبري، كل سنه حضرتك طيب وان شاء الله ربنا يديك الخير كله ان شاء الله. الاهلي امبارح ولجماهير الاهلي والنادي الاهلي ربنا يخليك كابتن صبري، ده من ذوق حضرتك. شكرا جدا كابتن صبري المناوي نجم الاسماعيلي الخروق. يعني هو كلنا اولاد النادي كده يا كابتن حمد. يعني كابتن صبري مر بالتجربه قبل كده كمدير فني وكان مجموعتين الدوري ووصل للمربع الذهبي في الدوري زي ما هو، وبعد كده مش كسبان كمان. كلنا مدربين كتير ولاد النادي بقى كلنا كده. هو الواحد بيصعب عليه يعني بصراحه يا كابتن حمد، معلش احنا يعني كده ولاد النادي كلنا كده يعني. والحمد لله كلنا كلهم مدربين يعني، كل مدربين اسمنا كلهم مدربين شاطرين، كلهم مدربين ناجحين. جلال حضرتك كابتن احمد عبد يعني، كابتن احمد العجوز، كابتن اشرف خضر، كابتن محمد وهبه، كابتن اشرف خضر، كابتن طبعا محمود جابر، كابتن محمود جابر النهارده عامل نجاحات كبيره جدا في قطر. بالظبط كلنا ولاد النادي بقى اللي اشتغلنا عايزين النادي ده يبقى احسن نادي في الدنيا كنادي الاسماعيلي. بعد كده نشتغل برضو عايزين احسن نادي، مشينا ما نشتغلناش عايزينه احسن نادي. يعني اكيد كلام اكيد يعني معقول جدا، بس يلا ماشي. انا يعني انا مش لازم يبقى عندي 50 سنه عشان امسك في نادي، مش لازم يبقى عندي 55 سنه عشان اخد فرصتي كمدير فني. يعني لازم ادي حيز ولازم انا ادعم. دايما اقول يا كابتن ابو طالب مين اللي يدعمني اكتر من بيتي؟ هو كلام صح وكلام منطقي. انا عايز اعافيك من الاسئله دي. لا كلام صح ومنطقي، بس انت اما زي ما كابتن صبر انت بتمشي وانت ربنا مديلك التوفيق والنجاح، فدي بتبقى حاجه كويسه يعني. تمام تمام، يعني ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب. ربنا يوفقك ان شاء الله. قول لي ايه اللي حضرتك شفته ناقص الاسماعيلي عشان يرجع اسماعيلي، عشان يرجع درويش؟ لا هو طبعا مع اللعيبه الموجوده اللي احنا نهينا الدوري بشكل محترم، وانا بشكرهم على الجهد وعلى الروح وعلى الاداء وعلى النتائج. محتاج اضافات عندها خبره، عندها طموح المنافسه، عندهم النفس الطويل. مع اللعيبه الموجوده يبقى انت بتجيب اضافات جيدة جدا أو ممتازة عشان تقدر ترجع تاني منافس قوي على البطولات سواء دوري أو كاس. وبعدين كمان وحشتنا بطولة أفريقيا، بقالنا فترة ما رجعناش بطولة أفريقيا. نتمنى إن شاء الرحمن الإضافات اللي جاية. يعني أنا عارف مجلس الإدارة شغال وعايزين نجيبوا لعيبة كويسة للنادي مميزة. يعني في فرود أفريقيا جاي، موسى كمارة إحنا جبناه هداف الدوري الرواندي، مهاجم مالي، وفي كمان مهاجم أفريقي آخر أو الابقاء على كالدرون. انا شايف ان كمان كالدرون من اللعيبه المميزه جدا كمهاجم هداف ولعيب كوره ولعيب تحركاته واعيه جدا. فاما يرجع كالدرون يا اما هيجيب في فيرود افريقيا تاني كويس، مع كمان الثلاث او اربع اضافات مميزه مع الاضافات اللي جت اللعيبه المميزه في الدرجه الثانيه. اعتقد ان شاء الله الرحمن مع مساندة جماهيرية قوية جدا، مع توفير الامكانيات المادية، مع الدعم بقى اللي هو الاهم الدعم جماهير. الجماهيري ان هو متواجد ويبقى دعم قوي جدا لفريقه زي ما طول عمره دعم قوي ومساند. يبقى الاسماعيلي ان شاء الله الرحمن راجع وراجع بقوة للمنافسة على البطولات. مين اللي كان نفسك تجيبه يا كابتن عندك في النادي لو قعدت؟ والله انا اول ما جيت اقول لك حاجة يا عبد الحميد، وانا في مطار القاهرة اول ما جيت اتكلمت على محمد الشام، لاعب انبي المعار لنادي المصري. انا مش عارف انبي طلعته اعرض، واتكلمت عليه مع الكابتن امام محمدين حاجة. ان انا قبليها كمان قبليها بسنه كنت انا ماسك الالومنيوم، وما ربنا كرمني الالومنيوم كان موقف صعب جدا، كان ترتيبه التاسع. رحت الحمد ربنا كرمني وبقيت منافس قوي مع نصر التعدين. والدور الثاني عملت اضافه واحد لعيب فقط لا غير، لعيب اسمه السنداوي، لعيب كويس جدا ناشئ النادي الاهلي، وعمل لي طفره كبيره جدا الدور الثاني. وكنت عاوز مهاجم، فكلمت الكابتن امام قال لي عندي مهاجم كويس جدا وتحت السن اسمه محمد الشام. قلت له ابعته لي يا كابتن امام. لو انت بتكلم كمان الراجل اللي هو ايه خبير كابتن امام، فقلت له طب ابعته لي. وما حصلش نصيب وما جاش، ما جانيش الالومنيوم. فنهايه الدوري الالومنيوم انا 40 بونت، هنا الالومنيوم 40 بونت والتعدين 40 بونت، بس صعد التعدين بمواجهات مباشره. تمام. فبعد كده شفت الشامي لعب السنه اللي بعديها في الدوري الممتاز بعض المباريات. بالظبط. لعيب هايل. امكانياته هايله. فاول ما جيت قلت كابتن امام وكلمت المهندس ابراهيم مجلس اداره، قلت لهم عايز محمد الشامي في النادي الاسماعيلي. فرفضوا ان هم بيعوا وشراء فعايزينه اعاره. فكان مبدا العاره برضه مش كويس، او يعني غير مستحب مبدا العاره في النادي الاسماعيلي. كنت اتمنى طبعا لعيب كويس زي قعود في النادي الاسماعيلي، لعيب زي اسلام محارب يبقى برضه في النادي الاسماعيلي.
دي اللعيبه اللي انا بتمنى تيجي الاسماعيلي كاضافه للنادي الاسماعيلي، يبقوا برضو يعملوا اضافه كويسه. في طبعا لعيبه صعب تجيبها زي كابوريا، زي احمد جمعه، صعب قوي، لكن ده ممكن كره الاسماعيلي يرجع لك ويجي لك ويبقى اضافه مع اللعيبه الموجوده. اتكلمت على واحد اللي هو الشامي ده، حاجه طب بس حاطط هدف في الاهلي ما يحطوش غير لعيب كبير عالمي، هدف تحرك جميل يعني، عنده بقى خلاص بقى اكتسب الخبره، اكتسب الثقه، عنده طموح، عايز ينجح، عايز يروح منتخب مصر. فاعتقد مع كمان نادي اسماعيلي هيبقى اكتر وهيبقى ابهر بالظبط، لان هيبقى عنده المهاره وعنده الكره الحلوه وعنده اللعيبه اللي حوالين منه. كمان انا اتكلمنا ان عمر جمال يرجع النادي الاسماعيلي وينهي في النادي الاسماعيلي. يعني عمر جمال اللعيبه المميزه من اللعيبه اللي عندها مهاره اللي عندها الخبره، اتمنى ان هو يرجع برضه للاسماعيلي خالص بصراحه. طب كان طب في الاسماعيلي حاجه يعني كان يخض طب، لكن برضه مش يعني مستواه برضه عليه علامات استفهام. يعني شايف الدوري السنه ده كابتن ابو طالب شكل المنافسه فيه كانت ازاي؟ هل انعدمت المنافسه؟ والله انا بقول السنه دي النادي الاهلي استحق الدوري عن جداره واستحقاق. النادي الاهلي بدون هزيمه، النادي الاهلي كسب بطوله الدوري قبل ما يخلص الدوري بست اسابيع بالظبط. الضربات اللي حصلت نادي الزمالك في اكتر من مباراه بعد نادي الزمالك عن المنافسه. عشان كده دايما بقول لحضرتك يا كابتن عبد الحميد ان النادي الزمالك، النادي الاسماعيلي هم اللي يقدروا ينافسوا النادي الاهلي ويقدروا ياخدوا بطوله من النادي الاهلي. بالظبط. اما بعد النادي الزمالك، اما بعد النادي الاسماعيلي، فاصبح الملعب خالي للنادي الاهلي يحصد البطوله قبلها بست اسابيع. يعني لو ما كانش المقصه يعني رغم المقصه بالظبط، رغم المقصه وكابتن ايهاب جلال، يمكن احنا حتى ما اتسالت من المدربين طبعا عامل طفره هايله جدا مع نادي المقصه ومستوى رائع، وقدر يعمل المركز الثاني. النادي المصري دخلوا بقوه السنه اللي فاتت الرابع، السنه دي ثالث. وده قلنا كابتن حسام وجهازه، وحاجه تحسب للنادي المصري والكابتن حسام ولكل الجهاز طبعا، عشان انا خايف انسى حد، كابتن ابراهيم او كابتن طارق سليمان، احنا بنتكلم على المدير الفني بجهازه. فاهمني؟ فاما بعد النادي الزمالك عن المنافسه، اما بعد النادي الاسماعيلي عن المنافسه، الملعب بقى فاضي للنادي الاهلي. طبعا ده ما يقللش من النادي الاهلي، لا دي حقيقه، لكن مش لاقي منافس. لكن ده حقيقه بالزبط. النادي الاهلي حصد البطوله بدري بالظبط بالظبط، لكن في وجود الزمالك في مستوى الطبيعي، في وجود الاسماعيلي في مستوى الطبيعي، هيبقى الدوري صعب جدا والمنافسه هتبقى قويه جدا. يعني طبعا عدم وجود منافس بيسهل الدنيا طب شويه طب، لكن طب انت عندك كانت المقصه زي ما حضرتك قلت، كان كابتن ايهاب جلال. طالما فتحت لي حته الكابتن ايهاب جلال، انا عارف جمهور الاسماعيلي عامل ازاي، وعارف جمهور الاهلي حضرتك طبعا عامل ازاي طب، وعارف جمهور الزمالك عامل ازاي طب. في اريحيه للمدير الفني ان هو يشتغل تحت ضغط ولا ما يشتغلش تحت ضغط؟ بتفرق كتير، بتفرق قوي. يعني ممكن نشوف جداً مدير فني نجح، فرق كبير جدا يا كابتن عبد الحميد. احنا عشان نقول النهارده بنقول ايه، في انا طبعا مش هقيم مدربين، ولا في طبعا اساتذه، لا احنا بنتكلم على اللي بيتكلموا على شكل عام. وانا بشكرهم جدا كل الناس اللي اتكلموا في حقي بعد اذنك، بدايه من الكابتن فاروق جعفر والكابتن حسن شحاته وشيخ طه وكل كابتن مجدي عبد الغني وكابتن محمد عمر وكابتن حازم امام وكابتن عبد الحميد بسيوني. يعني كل الناس اللي اتكلموا في حقي انا بشكرهم جدا، وده وسام على صدري ان هم اتكلموا في حقي. مفيش حد بيتكلم على حد عليا كلام كويس. يعني بص، مفيش حد بيتكلم على حد غير لما يكون حقه. الحمد لله اللي بيتكلم بيديك حق. الحمد لله والشكر لله. فانا بحمد ربنا، فرق كبير جدا انك تشتغل في نادي عندك اريحيه، اكيد مفيش ضغوطات، أكيد نادي أكيد غير جماهيري، ما عندوش جماهير بتحب ناديها جدا، فبتضغط عليك ضغط قوي جدا بالظبط، وانت كمدرب بيبقى عليك ضغوطات وهدف وطموح كبير اكيد. فمن هنا المدرب الشاطر او المدرب القوي او المدرب المبشر او المدرب المبدع او المدرب اللي عنده الشخصيه القويه في اتخاذ القرار بيبان. فنجاحك وانت بتشتغل مع نادي جماهيري مهم جدا جدا اكيد، غير نجاحك وانت بتشتغل مع نادي غير جماهيري اكيد، فرق كبير بالظبط. لان انت هنا بتشتغل باريحيه، بتشتغل بدون ضغوطات، بتشتغل الاداره مسانده ليك بالزبط. الاداره بالزبط ما عليهاش كمان ضغوطات جماهيريه بالزبط. فبالتالي انت بتجيب اللعيبه اللي انت عاوزها، بتقدر تعمل الفترات الاعداد اللي انت عاوزها، مش مطلوب منك بطوله بالزبط. مش مطلوب منك منافسه على البطوله بالظبط. ففي اريحيه كبيره جدا، لما تعمل اي خطوه ايجابيه كل الناس بتتحسب. لكن بالزبط كنادي جماهيري، النادي الاهلي، النادي الزمالك، النادي المصري، النادي الاتحاد السكندري،
بيبقى الشكل غير خالص عشان الطموح غير تمام. فانت بياخد منك جهد كبير جدا، بتبقى مضغوط على طول الوقت، بتبقى لدرجه انت ممكن ما تنامش، بتحط في المنافسه مع كل المدربين. دي حقيقه. ازاي تقدر يعني ازاي هتنافس البطوله، الجماهير الانديه الكبيره بجماهيرها، فبالتالي انت كمان عندك، انت كمان بتشتغل في نادي كبير زي النادي الاسماعيلي وعندك جماهير، او نادي كبير زي النادي المصري او الاتحاد، فبالتالي لا صعب يا كابتن حميد. يعني برضو فتحت لي برضو حاجه، حسام البدري اللي هو بقى بيلعب على 4 بطولات المفروض ان هو ياخدهم، خد منهم دوري عام، هطلعك شويه بقى بره. تمام تمام. ومدرب مصري تمام كمان، فتخيل حجم الضغوط اللي عليه ازاي، والناس برضو بينتقدوا ساعات. وبعدين كمان ما هو كابتن حسام النهارده عامل حاله في الكره المصريه كدوري عام او نمره واحد في مصر، اخذ الدوري قبل ست اسابيع. يعني الراجل عامل، وبعدين بيشرك بدون هزيمه. انا شايف ان كابتن حسام بدري من المدربين المحترمين جدا. السنه دي في كابتن ايهاب جلال، المدربين المحترمين كابتن حسام حسن. لكن انا بقول للكابتن حسام بدري عامل فعلا طفره، انا بتكلم على حجم الضغوطات، وبرضه حجم ضغوطات شديده جدا بالزبط. وبعدين النهارده عنده اللعيبه عنده ذكاء، انا بقول ان كابتن حسام بدري عنده ذكاء. امتى يشرك اللعيب؟ يعني الناس بتقعد تطالب بمشاركه لعيبه كبير وكتير في النادي الاهلي، لكن هو الراجل بفكره بوعيه، ومعاه برضه الجهاز الفني كابتن احمد ايوب وكل الجهاز أكيد الفني اكيد. احمد ايوب ده حبيبي وانا بحبه جدا، اخو الصغير مدربين الشاطرين. فانا بقول للكابتن حسام بدري عنده ضغوطات صعبه جدا، ومطلوب منه ياخد كل البطولات. بالظبط. ليه؟ بالزبط. ليه؟ لان هو يعني تاريخ النادي الاهلي وبطولاته وجماهيره دايما بتحط في الصوره، ودايما مطالب ان ياخد البطولات. فالنهارده كابتن حسام اخذ الدوري عن جدار، بينافس على بطوله الكاس، النهارده وصل قبل النهائي. ان شاء الله الرحمن صعد في البطوله الافريقيه، ومنافس قوي جدا على حصد البطوله. فلازم نقف هنا بقى، زي ما انت قلت، بنقول للنادي الاهلي او الناس بتنتقد الكابتن حسام البدري، طب مطلوب ايه اكتر من كده من كابتن حسام البدري؟ انا وجهازه يعني بالعكس انت النهارده لازم تقف جنب كابتن حسام البدري، لازم تسانده مسانده قويه جدا. انا بقول النادي الاهلي كمان عنده عدد وافر من اللعيبه ولعبه، وكمان مستوى النادي الاهلي خططيا بالامانه السنه دي افضل اداء النادي الاهلي. التحركات خططيا داخل الملعب على مستوى عالي جدا، سواء في الناحيه الدفاعيه او الهجوميه. في اخطاء من اللعيبه، ده موجود في كل الانديه على مستوى العالم، فرق من غير اخطاء وبتتعالج أكيد. وبعدين انت كمدرب بتشتغل عليها. لكن انا بقول النهارده الكابتن حسام البدري نجح بدرجه ممتاز في قياده النادي الاهلي. تمام، يعني كلام جميل قوي يا كابتن طالب. الوقت جري معاك بسرعه جدا. ده سعيد والله، قول لي لعيب شرف لينا. لا ده احنا بنشرف ان احنا كمان كنادي اسماعيلي وكاسماعيلاويه واهلاويه يعرفوا ان احنا عندنا روح رياضيه، وان احنا بنحب النادي الاهلي وبنحترم، والنادي الاهلي بيحترم الاسماعيلي وبيحب، واحنا بنحب كره الاسماعيلي طبعا. يعني احنا النادي الاهلي الاسماعيلي، يعني ما فيش حد يقدر يحط خلافات، مفيش حد يقدر يحط اي حاجه أبداً تبعدنا عن بعض. أبداً لا، النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي وجماهير الاهلي وجماهير الاسماعيلي كلنا واحد، بنحترم بعض وبنحب بعض، وكذلك طبعا نادي الزمالك وكل الانديه. يعني فاحنا يعني دايما يا رب الروح الرياضيه بيننا باذن الله. يعني انا عايز اقفل بالكلام ده بصراحه. واحد يا كابتن. طبعا يعني ان شاء الله واحد والفرقتين جمال وبقدموا كره حلوه واهدافهم حلوه، اهدافهم دايما بطوله، اهدافهم دايما يسعدوا جماهيرهم. قول لي لعيب واحد من الاهلي نفسك يبقى معاك على طول، لعيب واحد بس. يعني عبد الله السعيد ده حبيبي ده. وانا بقول لك عبد الله السعيد وعبد الله الشحات. يمكن انا هقول لحضرتك حاجه، اول ما كان عندي مباراه النادي المصري 16 سنه في بورسعيد، وكان الكابتن عبد الجريش ومدير القطار، وعبد الله السعيد وعبد الله الشحات 14 سنه. طبعا السن الصغير ده بيفرق اكيد، وانا 16 سنه، فالاجسام فارقه، وعبد الله لعيب كوره هايل. فالكابتن علي قال لي هتلعب، قلت له هلعب عبد الله، بدات مع عبد الله، عبد الله الشحات كان بديل. قلت له ما تخافش يا كابتن ما تقلقش. قال لي اصل العلاقه قويه وخايف عليه من الاصابه. قلت له عبد الله ذكي جدا، لعيب كوره، عنده المهاره وعنده الثقه وعنده الرؤيه، فما تقلقش يا كابتن ما تخافش عليه. الماتش ده كسبنا 3-1، وعبد الله جاب جون، وعبد الله الشحات نزل جاب جولين. حتى لما طلعت مره مع الفريق الاول كان اوتاكا موجود، فاوتاكا بيقول لي يا كوتش، بقول له يا كابتن، بقول له يعني هو الاجانب، بيقول لي يا كوتش. تمام تمام. فقول لي عبد الله،
ايه ده لعيب ده يا كابتن؟ هو قلت لك اقول لك كده، ايه ده لعيب ده؟ لعيب هايل، لعيب عالي جدا، لعيب هايل. فعبد الله السعيد يعني يا كابتن نورتنا وشرفتنا، متشكرين يا كابتن، وان شاء الله تجينا كتير جدا يا جدا يا رب. ده انا بشكرك على الدعوه الكريمه بيك، وان شاء الله تمسك يعني الفرقه اللي انت عايزها وتعمل معاها كل ان شاء الله طموحاتك اللي حضرتك عايزها. نورتنا وشرفتنا يا كابتن، متشكرين جدا يا كابتن، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. يعني كان معانا النجم الجميل، نجم الدراويش ونجم الاسماعيلي ونجم مصر، كابتن ابو طالب العيسى والمدير الفني السابق نادي الاسماعيلي. نطلع فاصل عشان نستقبل نجم مجدي عبد العاطي المدرب العام لنادي الانتاج الحربي. فاصل، استنونا. مجدي عبد العاطي ملك ألعاب الهواء وأحد نجوم منطقة الجزاء، خطف الأنظار إليه خلال مشواره مع الساحرة المستديرة، نظرا لما يمتلكه من قدرات فنية رائعة وخلق رفيع. ويعد عبد العاطي واحدا من أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم الملاعب المصرية في مركز المهاجم الصريح، ولعب مع الجيل الذهبي لنادي إنبي، وكان بعبعا للمدافعين وحراس المرمى لأنه كان ملك لضربات الرأس واستغلال العرضيات لتحويلها داخل الشباك. استهل عبد العاطي مشواره مع الساحرة المستديرة في صفوف فريق مزارع دينا، ثم انتقل إلى نادي إنبي عام 2001 ليبدأ في تصدير تاريخ خاص مع الفريق البترولي. وبعد مسيرة طيبة مع كبير العائلة البترولية استمرت لمدة 6 سنوات، انتقل عبد العاطي لصفوف المصرية للاتصالات في عام 2008 واستمر مع الفريق حتى الاعتزال. خاض عبد العاطي 69 مباراة خلال مسيرته، سجل خلالهم 53 هدفا، وحصد لقبان لكأس مصر مع إنبي في عام 2005 وكأس رئيس وزراء البحرين مع المنتخب الوطني في عام 2003. وعلى المستوى الدولي شارك عبد العاطي في 5 مباريات بقميص الفراعنة، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك واتجه القناص عقب الاعتزال إلى عالم التدريب، ويشغل حاليا منصب المدرب العام في صفوف فريق الانتاج الحربي. يحل عبد العاطي ضيفا اليوم على استاد الأهلي للحديث عن العديد من القضايا التي تخص الكرة المصرية. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انضم لي نجم كبير، نجم نادي انبي ونجم منتخب مصر، ونجم يعني اتظلم كرويا شويه لكن يستاهل بصراحه، يعني يستاهل. يعني النجم الجميل كابتن مجدي عبد العاطي المدرب العام الحالي لفريق الانتاج الحربي، منور الدنيا. ربنا يخليك. انا مش هقول اسمك بقى، يعني خليها بينا وبين بعض. انا كمان مش هقول. اه، ما احنا يعني لازم نبقى ست وغطى على بعض. منور الدنيا. ربنا يخليك. مبسوط قوي ان انت معايا. انا كمان. منور قناه الاهلي. حبيبي ربنا يخليك. وانت كان جالك الاهلي فعلا؟ تلعب كرة؟ اه، كان جالي اول ما جيت امبي اول 6 شهور. بس انت عارف انا حظي كابتن امام بقى مش كان حظي، لا كان حظي جميل شويه في الاصابات. كل ما يجي لي نادي كبير كان يحصل اصابه يعني، فالحمد لله. انت عايز تروح فين اكتر من كده؟ انا عايز تعمل ايه؟ الحمد لله. انت رحت امبي جيت ورحت منتخب مصر، عايز ايه تاني؟ تقول لي حظي؟ واحمد ربنا جدا على قصدي والله. يعني يمكن انت عاشرتنا كل خير يا مجدي، عاشرتنا والله ميدو في امبي، وعارف ان احنا الجيل بتاعنا تعب قد ايه، وكنا الحمد لله كنا قريبين من بعض قد ايه، وكنا بنحب بعض قد ايه، وكنا كل واحد فينا كان يستحق ان هو يلعب في اكبر انديه في مصر. لكن الحمد لله الفتره اللي احنا عشناها مع بعض كان ليها تاثير كبير جدا علينا احنا كاشخاص وعلى النادي، والحمد لله يعني يعني لحد الان بتذكر اسامينا كلنا كالجيل كله بالانجازات اللي احنا عملناها. يعني الحمد لله، وكان جيل مميز فعلا، وكان جيل حلو. هاني عبد الله بقى مش عايزين، وصاروخ، ويعني بصراحه كان جيل كله، عادل فتحي واسامه حسن ومحمد جابر وعمرو عبده
عمرو زكي وسيد عبد النعيم، يعني مش عايز انسى حد فيها، معتز حامد كان جيل يعني فعلا. ميب حماده شنح يعني ده الخطيب بتاعنا. نور الدنيا كابتن مجدي. لا مجدي ما ضاعش دوري يا جماعه عشان سيد عبد النعيم بقى، مش عايزين نقعد نفكر الناس. انا مش عارف كمان ليه دايما انا محطوط في الحته دي. وانا محطوط والله العظيم في الحته دي. لا انت لعبت الماتش. انا ما لعبتش خالص الماتش. انت بتورطني. لعبت الماتش وجبت كرة في العارضه. ده انت قلبك ايه؟ انت قلبك. عايز اقول لك على حاجه، يعني طبعا هو ذكرى يعني مش لطيفه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي، لكن انا من الماتشات القليله في حياتي اللي انا كنت اتمنى ابقى موجود فيها، ان احنا بغض النظر عن اللي حصل ان كانت حاجه مؤلمه لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي، لكن ماتش يعتبر يتحط في الفير بلاي. دخلت التاريخ بيه. لا يعني ماتش يتحط في الفير بلاي في العالم كله. يعني احنا ما كانش لنا اي لا نقه ولا جمل يعني. بس برضو الحمد لله الماتش ده اعتقد وصلنا رابع. ما ثالث. ثالث كمان. لا رابع. يعني رابع. كان ثالث او رابع. لا اول موسم لينا. شو عمالين يقولوا خلاص وهيضربونا في الاعداد. خلاص يا جماعه. خلاص يا جماعه ماشي. يعني خليني ابدا معاك من لقطه امبارح، لقطه هدف. لو شفت الهدف الرابع اللي هو يعني كان مؤمن مؤمن وحسام غالي وعماد متعب. يعني شفت الهدف ده ازاي؟ بص هو انا يعني عماد متعب طبعا اللعيبه اللي لها يعني لها رصيد كبير جدا عند الجمهور الاهلي وعند كل جمهور الكره في مصر يعني بشكل عام يعني. اعتقد ان كل لعيبه النادي الاهلي من بعد مباراه افريقيا بتاعت النادي الاهلي بعد مباراه القطن اعتقد ان عماد متعب الفرصه اللي ضيعها عماد ولا اي حد بيضيعها لاي حد بيضيعها بس ما تضيعش من عماد. فحسيت ان اللعيبه كلها عايزه تساعد عماد متعب ان هو يحرز هدف ويجيب هدف، لان هو كمان بقى له فتره كبيره ما احرزش هدف. الكره بتنم عن الروح الموجوده جوه الفرقه وانا العلاقه الموجوده بين اللعيبه. يمكن برده بيحضرني موقف بتاع حسام غالي مع عماد متعب برده في الامارات في السوبر. يعني هي ان ده اللي تدل على ان الروح اللي بيكسب بيها النادي الاهلي الروح اللي دايما بتبقى موجوده اللي بيقولوا عليها روح الفنانه الحمراء يعني موجوده كلها في الهدف ده. والعلاقه كمان الكبيره اللي ما بين حسام غالي وعماد متعب. انا نفسي انا واحد من الناس كنت بتفرج على الماتش بالرغم ان انا يعني بحيي فرقه وادي دجله وبحيي احمد حسام ميدو على المباراه اللي ادوها، لكن فرحت جدا من منظر الهدف ده وفرحت جدا لعماد متعب. اكيد يعني هو كان هدف فعلا زي ما انت لخصته كده، كان فيه كل معاني الحب وكل معاني المبادئ اللي الكابتن حسام وإيثار كله يعني مؤمن كان يحطها، حسام غالي كان يحطها، عماد متعب ربنا برضو كاتب له ان هو يجيب هدف في نهايه سيزون وفي كاس ممكن يكون له دور كمان في البطوله ان شاء الله. اكيد اكيد. يعني كان معايا الكابتن طالب ابو طالب العيسوي يا مجدي قبل ما حضرتك تيجي يعني، وكنت بساله ماشي كان ماشي كويس مع النادي الاسماعيلي وعمل نتائج، لعب 10 ماتشات كسب 6 تعادل في 4 ما خسرش في ولا مباراه، نقل الاسماعيلي نوعيا، بدا الدرويش يعني يرجع نوعيا كورته اللي احنا عارفينها، وبالرغم من كده مش هقول اقيل يعني هقول ان هو قدم استقالته لان هو كان مطلوب منه ان هو يجي مدير فني اجنبي. تمام. شايف ان دور المدرب الشاب يعني لازم يبقى عدي مثلا 50 عشان النادي يديله فرصه؟ انت برضو اصل فتحت لي كلام مش هنقول ام بي ونقول ولاد ام بي وما فيش فرصه، لكن بتكلم في العموم. بتكلم في العموم. انت مثلا في التدريب، انا كنت شغال في التدريب شويه، نجوم ام بي الفتره الجميله اللي احنا قضيناها برضو شغالين، امتى ياخدوا فرص؟ امتى يبقى في فرص؟ انت شايف النادي الاهلي بصراحه نموذج للنادي اللي بيدي لابنائه وبيكبرهم وبيصبر عليهم، شفنا نماذج كبيره جدا من المدربين بداوا في النادي الاهلي صغيرين دلوقتي ما شاء الله ماسكين انديه كبيره وخدوا مع الاهلي كمان بطولات. ايه اللي انت بتحسه كمدرب شاب؟ خلينا ناخد الموضوع يعني نقطه نقطه كده. بدايه الكابتن ابو طالب لما راح نادي الاسماعيلي عمل نتائج كويسه جدا بالزبط. وكمان كره النادي الاسماعيلي اتحولت بالزبط. من ان النادي الاسماعيلي بيلعب وما انتش عارف النادي الاسماعيلي ده هيكسب ولا لا بالزبط. زمان كان الاهلي والزمالك والاسماعيلي كل مباراتهم قدام الفرق الاقل يعني مستوى بتبقى بنسبه كبيره محسومه بالزبط. دلوقتي نظرا لعدم وجود جماهير وتقارب المستوى برده كل ده قلل الفرق شويه بين النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرقه الثانيه. تمام. اضافه كمان ان بعد النادي الاسماعيلي بقى له فتره
اعتقد من اخر دوري وهو مش هو نادي الاسماعيلي اللي احنا نعرفه، مش هو نادي الاسماعيلي بتاع البطولات، مش الدراويش بمعنى اصح. وجود كابتن ابو طالب اعتقد رجع شويه شكل النادي الاسماعيلي في اداء ونتيجه، تمام، وقربهم كمان من الناحيه اللي هي القريبه من الترتيب. معرفش ليه، معرفش طبعا الكواليس، لكن على حد علمي ان هم هو قال لي كان الاداره واعده المدرب ان هم يجيبوا مدير فني اجنبي. حتى انا قلت له يعني مش فاهمها بس ماشي. طيب برضه هيحضرني موقف بسبب القصه دي، يعني احنا هو اصل ده مش قران ان انت مثلا سي اتفقت مع مدرب وعبد الحميد مثلا شغال وشغال كويس، انا ليه ما كملش؟ بالظبط. بدايه انا كابتن عبد الحميد، كابتن حسن شحاته في بدايه توليه منتخب مصر في 2000 وقبل بطوله 2006 كان جاي لحد ما يدوروا على مدير فني اجنبي. بالظبط. جه كابتن حسن ومسك 2006 وخد 2006 و2008 و2010 وده يحسب للكابتن عصام عبد المنعم، وكان ساعتها متولي اداره الاتحاد المصري فتره مؤقته. وجاب الكابتن حسن شحاته، وسبحان الله كان له كلمه السر يعني مع الكابتن حسن، واخذ البطولات دي كلها. وكان جاي نتكلم في القصه دي انا والاستاذ جمال العاصي امبارح، وكان جاي كان جاي كابتن حسن شحاته. انا بقى احكي لك ليه، ان انا كنت اول فتره انضم فيها مع كابتن حسن. فليه لا، ان مدرب جاي وكنت جايبه لحد ما تجيب مدير فني اجنبي. هو ادى اللي انت كنت تطمح ان انت تشوفه مدرب اجنبي، هو اداه. طب ليه بقى ان انا اغير؟ والتغيير ده كمان ممكن اي مدرب لما يجي، يمكن حتى مستر مانو جوزيه لما جه مسك النادي الاهلي يا كابتن ميدو، اول ما مسك ما حققش نتائج اللي بالظبط، وخسر من هنا من بتر اتلتيكو 4-0 باين او حاجه كده. لكن بعد كده الاستمراريه، اصل الاداره مش ان انا اخد قرارات بس، الاداره ان انا لازم ابقى شايف مستقبل الفرقه. بالزبط. ابقى مخطط لقدام. فانا شايف ان الكابتن ابو طالب يعني بشكل كبير جدا يستحق ان هو يكمل، ويستحق ان هو نتيجه الاداء ونتيجه النتائج اللي حصلت الفتره اللي فاتت. تمام. فكره المدربين الشبان على اعتقد ان هي ابتدت يعني بدات كمان في النادي الاهلي ونادي الزمالك، وهم قطبي الكره المصريه. يمكن كمان نادي الاسماعيلي استعان بكابتن احمد حسام ميدو في فتره سابقه يعني. النادي الاهلي طلع كابتن ذات من كابتن حسام بدري، اذا اعتبرنا ان كابتن حسام بدري برده شاب يعني، واستعان بكابتن محمد يوسف وخد بطوله افريقيا. نادي الزمالك برده عنده النقطه دي، يمكن من ممكن تكون دي الميزه الوحيده في رئيس النادي، ان هو بيستعين من ابناء نادي الزمالك، امثال مؤمن سليمان، امثال احمد حسام ميدو، جاب قبل كده كابتن حسام حسن. كل الحاجات دي بتحسب لرئيس النادي، بس رئيس النادي لازم يكون شخصيه، ولازم يكون عارف قراره ودرسه كويس، وعارف ان هو بيثق في عبد الحميد فنيا واداريا، ان هو يقدر يسيطر على التيم. يبقى لازم اخد القرار ده. غير كده اعتقد ان كل دي بتبقى حاجات بتاثر سلبيا مش ايجابيا على الفرقه. بالظبط. يعني اعتقد ان تغيير كابتن ابو طالب ممكن يأثر بالسلب، لأن أنت المدير الفني الأجنبي برضو على ما بياخد على طبيعة اللاعب المصري وعلى طبيعة الدوري بيحتاج وقت. ونادي الإسماعيلي ونادي الأهلي ونادي الزمالك، الأندية الكبار دي اللي عندها جماهير عريضة، بتبقى محتاجة من أول يوم المدير الفني موجود فيه، محتاجة نتائج، ومحتاجة تشوف بصمة، ومحتاجة تشوف صعود في الترتيب. كل دي حاجات بيبقى محتاجها الجمهور، وممكن يضغط بيها على الإدارة، إن هي بقى زي ما جابت المدير الفني الاجنبي ده هي اللي تقيله بعد كده. اكيد اكيد. يعني بيبقى يعني الادارات مش محترفه شويه. انا بس محتاج القرارات تبقى مدروسه شويه. وفكره ان انا عبد الحميد او مجدي او سين هو رئيس النادي، هو اللي بياخد القرارات بشكل فردي، دي برضو زي ما ليها ايجابيات ليها سلبيات. في اوروبا الانديه، لانها انديه بتبقى خاصه، فمن حق صاحب المال ان هو يتحكم او يقول رايه، او يبقى له الراي الاغلب في موضوع القرارات بالنسبه للنادي. والله حتى ما بيحصل يا مجدي، يعني حتى يعني المالك النادي بره ما بياخدش قرار فردي ممكن يكون مش بنسبه 100%، بس حتى يعني ان حكم في ماله فما ظلم يعني. بالظبط. يعني لكن انت بتقول ان هنا في مجالس ادارات وبيبقوا معروفين وبيبقوا معينين وبيبقى جايبهم جماعه عموميه، وما بقاش لهم اي دور. بيبقوا شكليا بس. ما بقاش لها اي دور، فانت موجود ليه طيب؟ يعني حتى شخصيا انت بينك وبين نفسك، لما بتقعد مع نفسك انت دورك ايه في النادي؟ لا. انت قدمت ايه؟ قدمت ايه للناس اللي وثقت فيك دي وادتك صوتها ورشحتك ان انت تبقى موجود في مجلس اداره، نتيجه ان هي عارفه ان انت ممكن تغير في شكل النادي، تغير في شكل الاداره بشكل عام، بشكل النادي يعني. مفيش الكلام ده، مفيش للاسف. يعني للاسف مفيش. يعني تعال نرجع شويه ورا. اتفضل. كنتوا ماشيين مع الاتحاد كويس، وبعد كده حصل شويه نتائج كده سلبيه، وبعد كده فوجئنا ان انتوا مشيتوا من الاتحاد. يعني ينفع تقول لي اسباب ولا لا؟ ما هي الاسباب كانت معلنه، يعني كانت واضحه. يعني في اسباب معلنه وفي اسباب تبقى في الكواليس كده. والله هو اللي في الكواليس هو اللي احنا اعلناه كابتن عبد الحميد، لكن هو الموضوع كله ان ما كانش فيه
الناحيه الماديه ما كانتش مظبوطه بشكل كبير بالنسبه لنا. مشكله الاتحاد الازليه والله الحمد لله اتحلت. ويمكن السنه اللي فاتت برده كانوا ماشيين معانا بشكل كويس جدا. ولما كان برده موجود الكابتن وليد صلاح كان مسستم الامور دي مع مجلس اداره مع الدكتور مشاري ومجلس اداره بشكل كويس جدا. لكن كانت فتره احنا ما كناش قادرين نسيطر بقى على اللعيبه. احنا في اوقات كتير جدا يمكن الحمد لله يمكن من اسباب نجاح الكابتن مختار علاقه اللعيبه كويسه جدا. وفي لعيبه كبيره جدا بيبقى عندها مشاكل ماديه وعندها مشاكل مع الاداره وبتكبر لكابتن مختار ويعني وبتنزل الملعب وتتمرن. في انت عارف ان في بقت في موضه دلوقتي ان في لعيب ما خدش فلوسه بيقعد ما بينزلش التمرين. بالزبط. حتى في مدربين كده الامور دي كلها كانت محلوله الحمد لله. الكابتن مختار كان بيقعد مع اللعيبه وانا كنت بساعد برده معاه في ان احنا نحل المشاكل دي. لكن في اوقات ما كناش علاقتنا الجيده بمجلس الاداره وباللعيبه كابتن مختار راى ان هو يعني ينسحب بكل هدوء وماشيين الحمد لله واحنا فايزين وماشيين واحنا سايبين الاتحاد في مركز كويس جدا. والحمد لله السنه دي تعتبر من انجح السنوات اللي فاتت بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري من فترات كبيره جدا كان بيصارع على الهبوط. السنه دي كان قريب جدا للمركز. حلو قوي. كان قريب للمركز. لكن عايز اقول لك برده على حاجه يمكن نادي الاتحاد كانت اول مره اشتغل فيه واول مره اشتغل في يعني ثاني مره اشتغل في نادي جماهيري. اشتغلت في النادي المصري السنه اللي قبلها بس يمكن من امتع السنين اللي اشتغلتها في حياتي في نادي الاتحاد السكندري. دي حقيقه. ارتبطت جدا بجمهوره وارتبطت جدا بالناس الموجوده في مجلس الاداره. عشت سنه بكل ما فيها من حاجات كويسه وحاجات سيئه لكن اجمالا يا كابتن عبد الحميد من اجمل السنين اللي اشتغلتها في حياتي. دي حقيقه. دي حقيقه. انت لعبت في الاتحاد السكندري. شغل في اسكندريه واللعب كمان. انا استنيتك تيجي تلعب معايا في اسكندريه بس انت مش عارف اتاخرت قوي يعني انت اتاخرت قعدت 3 سنين لغايه ما بقى داخل على 40. انا بطلت. ده ماتش الاهلي والاتحاد الدور الاول. ده ماتشات الماتشات الجميله برده جدا. قوي جدا قوي قوي. يعني ماتشات جميله في كوره ونتيجه بالظبط. النادي الاهلي عمل برده جيم هايل وضيع فرص كتير جدا بس احنا كنا محضرين الماتش ده كويس قوي قوي يعني. الحمد لله. تحضروا له الزمالك. لا الحاجات بقى حاجات لو عرفتها تبقى عمد. ما خلاص الماتش خلص. لا هو النادي الاهلي كان ماشي الفتره دي كويس جدا بس هو كان قبلها بمباراه كان متعادل مع نادي بتروجيت. بالظبط. احنا كنا فايزين على طنطا في طنطا. احنا كنا لاعبين قبلها باربع ايام او حاجه. فالكابتن مختار قعد معايا واتكلمنا فقلنا ان احنا لازم نريح كاسونجو لان هو الورقه الرابحه بالنسبه لنا. احنا استغربنا. احنا استغربنا يعني جدا. بس الولد عبد الحميد بصراحه شخصيه مش طبيعيه. يعني يمكن هو هداف الفرقه وبنعول عليه بشكل كبير جدا. مجرد ما رحت اتكلمت معاه قلت له كاسونجو احنا هنريحك الماتش ده وهنزلك في الوقت المناسب اللي احنا شايفين فيه ان احنا نقدر نخطف المباراه دي. فقال لي يا كوتش اللي انت شايفه انا لعيب محترف وهتقول لي انزل في الدقيقه لو نزلت انزل في الدقيقه 90 هنزل في الدقيقه 90. لا لعيب محترم جدا وفاهم جدا ويعني محترف بمعنى الكلمه. المهم احنا قعدنا مع الكابتن مختار قعدنا مع اللعيبه وفهمناهم وجبنا فيديو لمباراه بتروجيت وعرفنا يعني اتكلمنا مع اللعيبه على مفاتيح اللعب ازاي وهنقفل ازاي وهنضغط منين وازاي هنقدر لما يبقى معانا الكوره او لما النادي الاهلي يفقد الكوره ازاي نقدر نلعب على الكاونتر اتاك بشكل اسرع. في الوقت ده هيبقى احنا لو مدينا كمان وقت المباراه وقت اطول هيكون في اندفاع هجومي من النادي الاهلي. بالظبط. هيبتدي ينزل كاسونجو هيبقى في مساحات هيقدر يستغلها. الحمد لله قد كان يعني رتبنا له كويس جدا والحمد لله. ورغم ان احنا برده النادي الاهلي كان قريب جدا من المكسب نضيع ضربتين جزاء في المباراه دي لكن احنا لقينا احنا تعبنا وكان في توفيق بالنسبه لنا الحمد لله طلع بالشكل يعني. عارفك انا لما تقعد تخطط انت وتقعد تصلي وتقعد تدعي والكابتن مختار برضه بيقعد يدعي برضه الكابتن بيصلي اكتر مني فيه. يعني يا مجدي مش عايز اقول لك بتحلم تبقى امتى رجل الاول لكن قول لي على علاقتك مع الكابتن مختار الاول شكلها ايه؟ الحمد لله علاقه يعني يمكن من اول ما اشتغلت معاه والله يا حميد انا بدايه انا اشتغلت مع كابتن مختار حوالي شهر ونص او شهرين في امبي بس الحمد لله كان فيهم بطوله يعني خدنا فيهم كاس مصر فاكر. بعد ما مشينا من امبي هو كان مشي الكابتن علاء عبد الصادق والكابتن مختار واداره امبي قالوا لي هتقعد انت لحد ما نجيب مدير فني وبتاع كده. فقلت لهم لا انا همشي انا مرتبط مع الكابتن علاء ومرتبط مع الكابتن مختار انا ممكن موجود لحد ما اجيب مدير فني وهمشي يعني. فمشيت مع كابتن مختار. الكابتن مختار قلت له بيكلمني قال لي يا مجدي ما تعملش حسابك ان انت تشتغل مع حد انت معايا من الفتره دي في اي حته هروحها وبتاع وكده. انا عم سافر عمان ساعتها وما خدنيش معاه بس بعدها
بس بعدها بقيت شغال معاه من بتروجيت لمصري للاتحاد السكندري للانتاج الحربي. لما سافر عمان وما خدكش انت قلت ايه؟ لا انا دعيت له. رجع بسرعه. رجع بسرعه. لا هو لا كابتن الحمد لله علاقتي بيه يعني فوق الهايله. هو بيعاملني كابن ليه بصراحه، وانا بالنسبه لي شايفه اب ليا بعيد عن الكوره كمان، ان هو بيتكلم معايا في حاجات كتير بره الكوره. عبد الحميد وانت يعني يمكن انت عاصرت كابتن طه والمدربين الكبار بيبقوا علاقتهم ايه باللعيبه، هو كمان علاقته بيا كمدرب عام بس شخصيه جميله جدا جدا. يعني يمكن الحمد لله انا صادفت ان انا اتدربت مع كابتن طه بصر الله يرحمه ربنا يرحمه رب في اللي هو كابتن يحيى، من اطيب وانضف الشخصيات اللي اتقابلها في الوسط الكروي، انت عارف حاجه زي كده. وكابتن مختار كذلك، يعني كابتن مختار ما يبعدش عن الكابتن طه كتير في سلوكياته، في قربه من ربنا، في علاقته مع اللعيبه، في علاقته مع خارج الوسط الرياضي كمان يا كابتن حميد. بس كابتن طه كان على سفيته اكثر يعني. ده كابتن طه مش هنشوف كابتن مختار لعيب كوره. لا الكابتن طه مش هنشوف زيه يعني. طبعا الكابتن مختار حاجه جميله جدا جدا، لكن الكابتن مختار نفسه بيقعد يحكي لي على الكابتن طه لما كانوا مع بعض في المنتخب، يعني حاجات بتضحك اكتر من اللي كنا. واحنا محتاجين حد يحكي لنا على كابتن طه. لا بس في برضه حاجات في كواليس مع كابتن مختار بالمنتخب بقى يعني زي بتاعتنا بالظبط. ربنا يرحمه ورب يغفر له. والله مجد يعني الله يرحمهم فعلا فعلا. بص الناس ماتت بقى لها يعني فتره، واحنا كل ما تيجي سيره كابتن طه وكابتن يحيى لا وشوف احنا كنا بنتعامل ازاي، وكنا هو كان بيتعامل معانا ازاي، وكان بيوجهنا كلنا ازاي. يعني شفت هو انا اعتقد ان سبب من اسباب تعب الكابتن طه بصري نصحه لسيد عبد النعيم. بالظبط. يعني كان بيقعد مع سيد عبد النعيم اكتر ما كان بيقعد مع اولاده ينصحه ويقول له سبحان الله. يعني زي ما يكون كان شايف برضه المستقبل يعني. كان ياما كلمنا على المستقبل ياما ربنا يرحمهم. نطلع فاصل ونرجع مع كابتن مجدي عبد العاطي عشان اساله امتى هيكون رجل اول. نطلع فاصل نرجع حضرتك على طول. السنه اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم عن نجم مجدي عبد العاطي، نجم انبي ونجم منتخب مصر، وايضا المدرب العام لنادي الانتاج الحربي. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن. اهلا بيك. يعني قبل الفصل كنت بسال حضرتك يعني امتى نشوفك رجل الاول، ولا لازم برضو تعدي في سنه قانونيه لازم تعديها؟ لا مش سنه قانونيه ولا حاجه والله، بس هو الظروف انا بالنسبه لي انا يعني مغايره شويه. انا يمكن من السيزون اللي فات وانا في الاتحاد السكندري كان بيتعرض عليا فرق كمدير فني يعني، لكن هو في الوقت الحالي ما اقدرش اسيب الكابتن مختار وانفصل عنه يعني، ان هو يعني العلاقه اللي ما بيننا ما تسمحش في الوقت الحالي ان انا اعمل ده. وفي نفس الوقت هو بيعتمد عليا بشكل كبير، و ما ينفعش ان انا اخد الخطوه دي. مش عارف بيحبك ليه بصراحه يعني نفسي انا اجيبه، نفسي اجيبه معايا التليفون مش عارف. سبحان الله يعني هو يعني حتى ناس كتير بتقول مستغربه، لا بتقول التوليفه غريبه جدا. التوليفه يعني مش من اليمين فيعني انا مركز للخطوه دي جدا ومرتب لها ومش مستعجل عليها يعني. ان انا عايز ان شاء الله كابتن عبد الحميد لما تيجي الفرصه دي اكون جدير بيها، وفي نفس الوقت بصمتي تبان فيها وما يبقاش فيها رجوع للخلف تاني. انت في ناس في مديرين فنيين او مدربين ومدربين عام ويمسك مدير فني الخطوه دي بترجعه كتير جدا، ما يبقاش مركز لها او ما يبقاش يعني حاطط ايديه على كامل الخيوط بتاعت اللعبه يعني. وفي نفس الوقت انا حاليا شغال في نادي كبير ونادي محترم، نادي الانتاج الحربي. عملنا الحمد لله الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها عملنا على قد ما قدرنا، اشتغلنا وخرجنا الفرقه من المكان اللي هي كانت فيه. أكيد. اعتقد الموسم ده ممكن يكون موسم فاصل بالنسبه لنا، وممكن يكون برضو موسم فاصل بالنسبه لنا يعني كمان في النقطه اللي بتتكلم فيها. يعني ماشي يعني كلامك مفهوم جدا واضح جدا. دي بعد طبعا برضو لقطات من الاهلي والانتاج. يعني قضيت مع اودينيزي فتره تعايش. ايه اللي استفدته؟ يعني مع حجم طبعا الفرق الكبير طبعا بيننا وبين الناس الثانيه دي، لكن اكيد استفدت حاجات. بص يا كابتن، هو انا الحمد لله انا يعني علاقتي كويسه باكثر من حد بره بيقدر يحطني في المكان ده ان انا اعمل تعايش في الفرقه يعني. لكن انا اخترت فرقه اودينيزي، لان انت عارف يا كابتن حميد احنا كنا بنلعب في نادي
كان بيبقى من الستة الأوائل من السبعة الأوائل بندخل رابع بندخل ثالث دخلنا تاني قبل كده. أودينيزي من الفرق القريبة في الشكل وفي المركز، يمكن هي بعيدة شوية في الترتيب لكن قريبة في الشكل وفي الأداء من فرقة نادي إمبي، وأعتقد كمان من الفرق اللي أنا ممكن لو بقيت مدير فني إن أنا أشتغل فيها. أنت عارف أنت أهلي وزمالك بشكل كبير بيبقى مختصرة على أبناء النادي. أنا بقول إن أنا اخترت فرقة أونيزني لأن أحس إن هي من الفرق اللي طريقة لعبها، وكمان المدرب اللي كان معاهم في الوقت اللي هو كان فرانشيسكو جودولين ده كان مدرب بتاع أودينيزي، كان بيلعب بنفس سيستم اللعب اللي احنا كنا بنلعب بيه في ام بي، وانا كمان كنت مقتنع بالمدرسه دي اللي هي مدرسه الفرق اللي هي ما عندهاش نجم اوحد، بتعتمد على التيم بشكل عام. كمان الطريقه اللي كان في الجدول فيها في الدوري ساعتها أودينيزي خلاني اخد الخطوه دي، يمكن كمان ساعدني في ان انا اخويا عايش في المنطقه اللي فيها نادي أودينيزي، ساعدني كمان في الاقامه وفي التنقل. الحمد لله قضيت فتره كويسه جدا، اكتسبت حاجات، يمكن في حاجات بتقدر انت بتشوفها في الدوري الايطالي في الدوري الاسباني في الدوري الالماني ما بتقدرش تطبقها هنا في الدوري المصري، لكن بتقدر تفلترها وتشوف ايه الانسب او الاصلح ليها وتقدر تستخدمه هنا في بالظبط، بتعدلها بما يناسب الدوري وبما يناسب اللعيبه، وكل ده بيصب في مصلحتك انت كشخص كمدرب، مصلحه اللعيبه ومصلحه الكره بشكل عام. كان من المفترض ان انا ابدا معاهم فتره الاعداد لان هي دي الفتره الاهم بالنسبه لاي فرقه في اوروبا، لكن انا كنت ارتبطت مع نادي هنا في مصر وما قدرتش اروح في فتره الاعداد، لكن ال10 ايام اللي انا قضيتها معاهم حسيت بقد ايه الراجل بيحفظ والراجل قد ايه بيتكلم على المباراه قبلها في الاسبوع بتاع المباراه، يعني بيقدر يلعب كل مباراه بشكل معين وبيقدر يطوع فرقته وتشكيله وادائه والطريقه اللي تناسب الفرقه اللي هيلعبها الاسبوع ده. يمكن الحمد لله برضو كنت رحت كوينز بارك رينجرز في انجلترا وهو كان في البريمير ليج ساعتها، وقعدت برضو معاهم 10 ايام برضو استفدت حاجات كتيره جدا. بص انت ممكن كابتن ميدو تدخل فيلم مثلا سينما، يعني ممكن ما يعجبكش القصه بشكل عام، ما يعجبكش الادوار بشكل عام، لكن بتطلع منها لازم تطلع أكيد. منها بنتيجه او بتطلع منها بحاجه أكيد. بتقدر انت تستفيد بيها وممكن تغير لك كمان بشكل كبير جدا فكرك. لكن انا زي ما قلت لك الكره الانجليزيه والكره الايطاليه مختلفه بشكل كبير جدا عن الكره المصريه، لكن بالتاكيد في تفاصيل صغيره كده انت ممكن تقدر تلعب عليها او ممكن تشتغل عليها تبقى عندك انت يعني ماده اساسيه تشتغل عليها مع التيم اللي انت بتشتغل عليه. اكيد يعني اي فرصه بالنسبه لي او اي سفريه انا ما بتاخرش او بتردد فيها لان انا لازم برجع مستفيد باي شكل من الاشكال، حتى لو كان مش فنيا لو سلوكيا يعني اكيد يعني العالم الخارجيه ديت ايطاليا اسبانيا انجلترا الموضوع مختلف لا 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 هم واخدين الموضوع مش كمهنه صناعة. او كحرفه لا ده دي حياه دي بالنسبه لهم دي حياه بالظبط. يعني شفت كاس مصر شكله ازاي وشايف مين الاقرب لحسم كاس مصر؟ يمكن بدايه هو انا برضو ليا تعقيب على الموضوع ده ان احنا الدوري بتاعنا طويل قوي والكاس طويل قوي، يعني احنا يعني محتاجين السنه الجايه ان شاء الله لازم نبقى مرتبين ده، لان انت السنه الجايه برضو ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر يكون عندك حاجه كويسه جدا، بس هتبقى كارثه بالنسبه لك انت لان هي ان انت توصل كاس عالم، فلازم هتبقى مخلص الدوري بدري جدا، والمدير الفني اعتقد مستر كوبر لو وصل هيبقى محتاج الفرقه بشكل يعني فتره اطول، فممكن الدوري يتضغط. احنا ما عندناش طول الدوري الموسم ده يمكن بطوله افريقيا، لكن احنا محتاجين نحط جدول منتظم، جدول بيحترم والله احنا متعشمين خير في مجلس اداره الاتحاد المصري يعني ان شاء الله يعني كله يعني كله ما شاء الله اسماء بالظبط اسماء كبيره ان شاء الله. الكاس احنا للاسف احنا مسكنا نتاج الحرب وهم خارجين من البطوله خرجوا من النادي المصري، لكن الكاس السنه دي هو بس طول الموسم زي ما انا قلت لك بالزبط. ممكن يرهق اللعيبه شويه فما تستمتعش بالشكل الكافي، وكمان مواصله النادي الاهلي وخروج نادي الزمالك لسه خارج من البطوله الافريقيه، ده ممكن برضو يؤثر على اداء اللعيبه في الكاس، لكن الفرق الموجوده حاليا في كاس مصر تبشر ان النهايات بتاعته او دور الاربعه هيبقى قوي جدا، ان يعني كان اهلي او مقصة مصري زمالك والجيش بيتلعب حاليا سموحه ام بي، كل دي انديه اعتقد انها
يمكن معظمها اخذت كاس مصر باستثناء مين اقرب للفوز؟ مين اللي بترشحه؟ يعني انا بتمنى اهلي والزمالك يبقى في النهائي، لانه بيبقى له برضو طعم تاني على الرغم من ان الموسم اللي عامله كابتن ايهاب جلال مع النادي المصري المخصص يستحق ان هو يبقى موجود في النهائي على الاقل بطوله السنه دي. بتمنى له التوفيق، بتمنى لكل فرقه التوفيق يعني. لكن طبعا لو اهلي وزمالك النهائي بيبقى له بصمه وله طابع خاص يعني، واعتقد كمان ان هو تسويقيا بيبقى افضل من اكيد بكتير بكتير. يعني سؤال، قول لي او لا، ايهاب جلال هيختلف شكله لو راح نادي جماهيري؟ لو راح نادي جماهيري، نادي جماهيري اهلي وزمالك يعني، ولا يعني نادي جماهيري فيه ضغوط؟ بصوا يعني بدايه احنا لازم يعني معترفين كلنا ان الكابتن ايهاب عامل موسم هايل جدا، دي على جنب، وهو مدرب شاطر جدا. لا انا بتكلم بقى في حته الضغوط، التجربه الجايه هي الاقرب لتقييم كابتن ايهاب جلال بالنسبه للاهلي او الزمالك. اي مدرب بيشتغل فيهم وبيخرج بنتيجه ايجابيه بياخد زي ايزو كده، ان انت ده مدرب يعتمد عليه. لان الضغوط في الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد، اعتقد ضغوط ما لازم يتحملها مدرب عنده شخصيه غير الشخصيه الفنيه، شخصيه سلوكيه بشكل كبير جدا. بتمنى له التوفيق، ورغم ان انا برضو بسمع ان في اتجاهات كتير جدا ان كابتن ايهاب يمشي، لكن انا شايف ان هو لو استمر مع النادي المخصص ودعم الفرقه بشكل يليق بالموسم اللي جاي، وفي نفس الوقت يسد الفراغات اللي ممكن تحصل من الناس اللي تطلع لاهلي وزمالك الموسم ده، ممكن يعمل حاجه كويسه السنه الجايه. تمام. يعني طالما فتحت سيره المنتخب وكاس العالم، شفت كوبر ازاي او شايف كوبر ازاي؟ هل هو اضاف للكره المصريه ولا ما اضافش؟ هل هو رجعنا ولا طورنا؟ شايفه ازاي؟ يعني خلينا نتكلم بواقعيه عشان اللي بيسمعونا دلوقتي مختلفين، الناس اللي بتسمعنا دلوقتي يبقوا عارفين احنا بنتكلم كلام كده ولا بنحاول نتوههم عن الحقيقه. بص، هو انا بحترم جدا شخصيه المدرب اللي بيبقى عارف امكانيات لعيبته. هو كوبر ده عارف امكانيات لعيبته كويس جدا. في ناس بتقول ان امكانيات اللعيبه الموجوده توصلنا لاحسن من كده، وتخلينا تاخد بطوله وتخلينا نلعب كره هجوميه. تمام. كل المشكله في ان الجمهور المصري يا كابتن ميدو بيبقى عايز يستمتع بس، عايز يشوف اهداف، عايز يشوف كره هجوميه. هو ده اللي بيشوفه الجمهور. لكن انت كنت مدرب وعارف ان اللي جوه الموضوع شيء تاني خالص ومختلف تماما عن اللي بيشوفه الجمهور او اللي بيتمناه. كوبرا انا شايفه فعلا زي ما بيتقال عليه، هو مدرب واقعي جدا، بيلعب على قد القماشه الموجوده عنده. هو مدرب دفاعي نتيجه الكره اللي كان او الفتره اللي اشتغلها بشكل كبير جدا في الدوري الايطالي. لكن الكره الدفاعيه مش عيب. مورينيو لما كان بيلعب برشلونه وهو بيلعب في الانتر كان بيدافع طول الوقت. بالزبط. ده مش عيب، بس ازاي اقدر ادافع وازاي؟ بس هي اللي بيعيب كوبر بالنسبه لينا احنا كمصريين او بالنسبه للجمهور بشكل عام، ان هو بيدافع بس ما بيفكرش في ان هو لما بيبقى معاه الكوره بيهاجم إيه؟ ازاي بالظبط. الطرق اللي ممكن يقلب بيها. انت اتلتيكو مدريد بيدافع طول الوقت بس بيهاجم كويس. بس لما بيبقى معاه الكوره بيقدر يهاجم بشكل كويس، يقدر يجيب جول واثنين وثلاثه. كوبر مشكلته ان هو بيبقى عايز يجيب جول والموضوع يتقفل على كده. هو دي في بعض الاحيان ده كلام سليم، لكن مش طول الوقت. ومش طول الوقت الظروف والطريقه اللي انت بتلعب بيها هتقدر تخدمك. لو لعبت فرق عندها حلول، لو لعبت فرق عرفت تفك طلاسم الدفاع بتاعك، ولو لعبت فرق تقدر تدافع على الهجمات المرتده بس اللي انت بتلعبها. طب احنا عايزين مدرب يودينا كاس العالم ونخرج، ولا عايزين مدرب يطورنا ويبقى فيه منتخب مصر قوي؟ انا بدايه سنين وسنين وسنين، انا بدايه انا عايز اخلص من كابتن مجدي عبد الغني. كابتن عبد الغني مش هنخلص منه، عاوز اوصل كاس العالم. مش هنخلص منه. انا لما كان معايا هنا قلت له ان شاء الله هنوصل وهنجيب جون، قال لي طب انا اللي جايب الجون برضو الاول. ما هو هي برضو هيلاقي لها حل. مش هتخلص منه. انت عارف يا كابتن مجدي هتخلص منه ازاي؟ احنا بدايه عايزين نوصل كاس العالم، ده الهدف بالنسبه لنا. بعد كده بنوصل ولازم يبقى فيه تطوير. انا ممكن يبقى عندنا فرصه في ان احنا لو وصلنا كاس العالم نبتدي ندور على مدرب يعني يطور، يبتدي ندور على مدرب يغير يغير من شكل اداء ومن شكل الفرقه. بس الهدف احنا نوصل يعني مجرد انا دلوقتي نوصل. الهدف بالنسبه لنا نوصل، لان برضو الراجل ده لحد الان عامل انجاز كويس جدا. انت ما كنتش بتوصل كاس افريقيا، ده انجاز وصلت.
ما هو الانجاز للفتره اللي انت فيها. تمام. وصلت نهائي برضو، ده برضو انجاز. تمام. انت لما توصل بعد فتره زي دي بيبقى عندك خاصه اللعيبه اللي لعبت معاك كاس الامم الافريقيه كلها ما كانتش لعبت في البطوله دي قبل كده. فانت لما توصل وتوصل للنهائي وماشي بشكل كويس جدا في تصفيات كاس عالم، هو عامل انجاز بشكل كويس جدا. هو بيعيه بس ان هو كمان الجهاز اللي معاه لازم يبقى بيتكلم معاه في ان هو ازاي يطور، وهو مدرب كبير جدا، ازاي يطور وازاي يتخلص من فكره ان انا بدافع بس ولو جبت جول هو ده اللي بلعب عليه. دافع بلا هدف. شكلك خايف من الكابتن مجدي عبد الغني. ليه؟ لسه كان معايا تليفون قبل ما ادخل. برضه قلت له راح لعبد الحميد واداك كلمتين كده يعني. اكيد شكرني. طبعا. هو بيجي بيشكرني جامد. الله يسلم عليك. تلاقي لك كلمه في التليفون دلوقتي. هو على الهوا بيحلل. يعني يا كابتن مجدي تعالى نروح لإنبي شويه. يعني إنبي كان في المركز العاشر الدوري السنه دي، يعني شايف إنبي ازاي؟ وايه اللي اختلف في إنبي؟ ايه اللي حصل في إنبي؟ وازاي إنبي يرجع إنبي؟ من جيلنا يعني، ولا هو إنبي بعد ما احنا مشينا برضو عمل شويه مع كابتن انور سلامه بالزبط. مع كابتن طارق العاشري السنه اللي قدام، وانتوا مع كابتن مختار احنا مصر. بس احنا للاسف احنا قعدنا 3 شهور بس خدنا كاس مصر والتصفيه حسابات كده مشينا كلنا. يعني ايه تصفيه حسابات؟ تصفيه حسابات ان كان في مشاكل مع كابتن علي عبد الصادق واستغلوا فتره ان احنا كنا واخدين كاس مصر قبلها بشهر بالظبط. بدانا دوري تعادلنا ماتشين وخسرنا ماتش وتعادلنا اللي بعديه مشينا. فرقه واخده كاس بقى لها شهر. فكان في مشاكل بين مجلس اداره وكابتن علي عبد الصادق فتم تصفيه الحسابات في وقتها. يعني يمكن حتى كلام في الكواليس يعني ان كانوا الاداره كانت يعني عايزه يعني تضحي بكابتن علاء يعني، فكابتن مختار رفض. مشينا وبعدها جه ما اعرفش كابتن حسين امين باين كمل، وجه بعدها كذا مدرب لحد ما جه كابتن طارق العشري عمل موسم كويس جدا، وبرده مشاكل مع الاداره وكابتن عبد الناصر مشي كابتن طارق العشري وسافر الامارات، ومن بعدها إنبي زي ما انت شايفه كده. إنبي بقى ماشي بسيستم واحد سنتين ثلاثه في منطقه خطر جدا بالنسبه له. بيوصل احنا عمرنا ما وصلنا للمركز العاشر والمركز الثامن وسنه ينافس. والسنه دي كمان اعتقد السنه اللي هتبدا دي شايفها يعني والله اعلم، يعني كل ده في علم الغيب، لكن مش مبشره بالنسبه لإنبي لان هو ابتدى يستغنى عن الاجانب اللي عنده، ابتدى هيعتمد على الناشئين. ما فيش شك ان جهاز الناشئين في إنبي، قطاع الناشئين في إنبي، امام محمدين عامل فيه حاله غير طبيعيه. انا معاك. وله كل الشكر وله كل الفضل بعد ربنا في تكوين فرقه إنبي دي وتكوين الجيل بتاعنا. انا دايما وانت عارف دايما انا دايما بتخانق معاه على طول، بس كابتن امام محمدين من الناس اللي مظلومين جدا. لا دي حقيقه يعني. فمش معنى ان انا عندي جهاز ناشئين كويس او قطاع ناشئين كويس ان انا اعتمد عليه بشكل كامل في الدوري العام. الدوري العام زي ما انت عارف يا ميدو صعب جدا. يمكن انت شفت مباراه وادي دجله امبارح، فرقه عامله جيم كويس، بيأدوا بشكل كويس، لهم مستقبل، لكن في النهايه الماتش خلص 4-1. اكيد. فانت برضو لازم يبقى عندك نجوم في الفرقه، لازم عندك يبقى ناس تشيل الفرقه بالنسبه لك. كان الفتره اللي فاتت حتى كان في قبل ما يجي كابتن طارق العاشر كان في مشاكل مع رامي صبري، كان في مشاكل مع صلاح عاشور، كان في مشاكل مع كابتن مجدي، ولا مشاكل حقيقيه؟ لا انا ماليش في الكواليس. انا انت زي ما انت عارف انا بعدت، مجرد ما بعدت عن النادي بعدت بعرف اخباري زيه زي اي حد، لان مجرد قربك من النادي او انت بتروح النادي الناس بتحس ان في حاجه غريبه. ورغم ان هو بيتنا الحمد لله يعني كلنا تعبنا ويعني طلع عيننا في ان احنا نعمل الاسم ده للنادي إنبي، وفي الاخر لا كرامه للنبي في وطنه يعني، ولا واحد في الجيل بتاعنا موجود في الجهاز، والموضوع كله مقتصر على ابناء الشركه والناس اللي بيحبهم كابتن عبد الناصر بس يعني. طب ليه؟ لا انا مش عارف سبب بصراحه. يمكن انا ما جاتش فرصه ان انا اقعد مع كابتن عبد الناصر واتكلم عليه، ان انا برضو زعلان منه بشكل كبير. لكن كل كلامي مع كابتن امام لان هو الاقرب ليا يعني. ما اعرفش الجيل بتاعنا مغضوب عليه ليه. الجيل بتاعنا كله حتى الموجودين منه هنا عبد الله وصاروخ وعبد الله رجب ماسكين في 2004 ماسكين لا ماسكين تاني يعني، حتى مش ماسكين مديرين فنيين في القطاع الناشئين، ده ماسكين مساعدين. بالظبط. احنا جينا عمره ما عمل مشكله، عمره ما قال ادب على حد، عمره الحمد لله يعني. انت يعني كنت معاصر والله، احنا مش بنتكلم عشان انا وانت موجودين، لكن كل الناس في النادي عارفه الجيل بتاعنا ده عمل ايه، والجيل بتاعنا ده كانت علاقته بايه بكل الناس صغير او كبير. لكن اعتقد اللي بيحصل مع الجيل بتاعنا في النادي إنبي هو حاجه يعني
مش لها عليها يعني حاجات كتير جدا، عليها كواليس كتير جدا. انا في ناس كتير جدا بتسالني انت ازاي مش موجود في ام بي، عبد الحميد ازاي مش موجود، هاني عبد الله ازاي مش موجود في الفريق الاول، ده صاروخ. الناس دي عملت، احنا كلنا عملنا عمليات في النادي وطلعنا كلنا يعني الحمد لله يعني رافعين راسنا في ان احنا كلنا ادينا على قد ما نقدر وتعبنا عشان النادي ده. اي نعم فعلا استفدنا وخدنا اسمنا وشهرتنا كلها من النادي ده، لكن برضو كانت العلاقه يعني تبادليه وبيننا علاقه شرعيه جدا. يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد. لا الحمد لله، ده يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا اشتغلت، انا يمكن انا الوحيد في الجيل اللي اشتغلت في الفريق الاول، والحمد لله كانت فتحت خير عليا. يمكن جبت تاني بطوله للنادي، كان فضل من ربنا عليا يعني ان انا اكون موجود في البطوله الاولانيه وفي البطوله الثانيه، ومن بعدها الحمد لله ربنا كرمني جدا ومش محتاج ان انا اشتغل في انبي الحمد لله. يعني يمكن انا لو عرض عليا حتى الشغل مش هبقى حابب، لان انا الحمد لله انا خدت طريقي وسلكت. بس انا بتكلم على زمايلي، انا بتكلم على الجيل بتاعنا المظلوم اللي مستني فرصه وهو احق بيها. اكيد اكيد. يعني كابتن مجدي انت نورتني وشرفتني. ربنا يخليك كابتن مجدي، بجد والله فرحتني برضه. معلش لا ده في كلام كتير جدا، بس يعني انا بحاول اقلل الكلام. وانت عارف ام بي ده بيتنا وحياتنا كانت فيه كلها، عشان كده انا بقلل الكلام، لكن نورتني وشرفتني وان شاء الله تيجي كتير جدا. وانت تنور وتشرف اي حد. انا مبسوط ان انا كنت معاك والله يا ميدو، وانا كنت بقالي فترة كبيرة ما شفتكش وسعيد ان انا شفتك. يعني ربنا يخليك، بالتوفيق ليك مع كابتن مختار في الانتاج الحربي. نورتنا وشرفتني. يعني للاسف وقتنا خلص معاكم، واشوفكم على خير بعد قليل. نجمان الكبيران وملك وكتابه، استنوه.